عشان ما تبقاش في فضايح على الفيديو، فممكن نسكت. انا هبدأ من الليير 2، هبدأ من المين سايت فرع رئيسي، هشتغل كل الوان تكنولوجي هشتغلها، كل الليير 2 هشتغله. فده سويتش بالنسبة لي، هسميه كونفيجر تيرمينال اهو، وهسميه الهوست نيم بتاعه، هيبقى اسمه مين سويتش فرع رئيسي، يعني سويتش اس دبليو شيبل. مفيش سبيسز في التسمية. بعد كده هدخل اقول له انا عايز كل حاجة هعملها لاين كونسول زيرو اساسي، الناس بتوع سكيورتي، باسورد 1 2 3، انا هعمل اي باسورد لوجن، انتوا بقى هتعملوه، هنتفق على شوية باسورد تعملوها، خلاص مش مشكلة. اللي هي النت لاين بي تي واي، وفتحت السيشن واديتها باسورد وقلت له لوجن واكزت. 5 6 سيشن اكزت وانيبل باسورد 1 2 3 وسيرفيس باسورد انكريبت. هقوم للخدمه دي عشان نشوفها لكم. هذه البيزك كونفيجريشن بتاعكم. بعد كده هدخل اقسم الناس لجيلان واحول الترنكات. انترفيس رينج بس 0 على 1-10، سويتش بورت بورت اكسس، سويتش بورت اكسس جيلان 10، واخرج انترفيس رينج بس 0 على 11-20، سويتش بورت مود الموت اكسس، وادخلها سويتش بورت اكسس ليلان 20، والانترفيس انترفيس جيجا 0 على 1، سويتش بورت مود ترانك. ادي البيزك كونفيجريشن بتاعت السويتش، انا حولتهم للترانكات كلهم. هدخل على الرينج تاني اللي هو من 1-10، واقول له والله سويتش بورت بورت سكيورتي، سويتش بورت بورت سكيورتي. اول حاجه ماك ادرس هيكون انا حولتهم دلوقتي كلهم اكسس، بعد كده هفعل البورت سكيورتي، بعد كده هختار طريقه اختيار الماك ادرس وهنخليها ستيكي عشان محدش يقدر يدخل. المفروض البورتات تكون كلها مفصوله، او هي كده كده ما بعتتش داتا، يعني ما بعتتش داتا فهو ما لقطش اي مكان دلوقتي، فبالنسبه لي الوضع طبيعي. واخد الفيوليشن سويتش بورت بورت سكيورتي فيوليشن اللي هو شت داون، واطبق الكلام ده على الرينج الثاني ينفع. يعني انا كان المفروض دخلت كده، بس انا قلت في فيلان فيلان هطبق عليه سويتش بورت بورت سكيورتي، وسويتش بورد بورد سكيورتي مكان السيستيكي، والفيوليشن شت داون. يبقى انا كده السويتش بالنسبه لي خلاص كنترول زد دبليو ار لازم اسويه. ولو دخلت اشوف اللي انا عملته شوف الرن، هتلاقي ان كل بورد متسجل عليه اللي احنا قلنا عليه. ادي السكيورتي اللي انا عملتها، وادي اسم السويتش مين سويتش، وادي كل الانترفيس بقت داخله في الليلان وحليتها اكسس وعليها بورد سكيورتي والمكان السيستيكي. تمام لحد الاخر. ان بربط البورت بالماك ادرس، ان محدش يقدر تاني يحط اي جهاز في البورت ده غير الجهاز اللي اتسجل بتاعه الماك ادرس بتاعه. طب لو حصل وهو حط جهاز تاني فيه البورت هيعمل عليه شوت داون. ده توتال كل الانترفيسز. انترفيس جي 0 حولتها لترانك عشان هتطلع فوق، وبعدين اللاين كونسول 0 والبي تي واي. ده بالنسبه للسويتش اللي هو موجود هنا، تمام كده؟ الانترفيس بتاع الكونسول بأمنها اللي هو الفيزيكال عشان لو حد دخل. ادي السيرفر، او ادي هنا السويتش اللي موجود هنا. السويتش اللي موجود هنا اللي هو تحت في المين سايت ده هيبقى سويتش
عليه وان نتورك اللي هي هتبقى 10 1 1 0 سلاش 28 اللي عليها الاربع سيرفرات دول. تمام كده؟ وهيبقى في لان ريدندنسي على مستوى اللير 3 هنا، فده شغل اللير 3. اما هنا انا كل اللي هعمل عليه كل اللي هعمله عليه باك ادرس بورت سكيورتي بس. انيبل، هحاول السويتش كله كونفيجر تيرمينال. الهوست نيم بتاعه هيبقى اسمه داتا سنتر. تمام، السويتش بتاع الداتا سنتر، وهقوم مقوم عليه انيبل باسورد 1 2 3 لاين بي تي لاين كونسول 0 باسورد 1 2 3 لوجن ثم اكزيت ولاين بي تي واي 0 سبيس 5 او 4 باسورد 1 2 3 لوجن ثم اخر سيرفيس باسورد انكريبشن. مش ده السويتش بتاع الداتا سنتر، عايز اكسسه من اي حته تانيه لو في مشكله فيه اروح منين؟ لازم افتح عليه التلنت. طيب وادي عشان التلنت، تلنت واحط الناس في فيلان، هتالت فيلان هسميه فيلان 100 مثلا، هحط كل الداتا سنتر فيه اللي هو نتورك 10، وهفتح التلنت على انترفيس فيلان وده اي بي، وده سويتش مش هيبقى الاي بي اللي كان في انترفيس فيلان وده اي بي. فهلم كل الناس اللي هم انترفيس رينج فاست 0 على 1 داش 20 مثلا، وهسيب 4 بورت فيزيكال، واقول لهم سويتش بورت مود اكسس وسويتش بورت اكسس فيلان 20 100، والله كمان سويتش بورت بورت سكيورتي او بورت سكيورتي سويتش بورت بورت سكيورتي ماك ادرس ستيكي وسويتش بورت بورت سكيورتي فايوليشن شوت داون، بتخليه ياخد الماك ادرس اوريدي اللي موجود على الجهاز اللي قدامه ومفيش حد غيره. بس وبعدين اخرج من الرينج وادي بقى انترفيس فيلان 100 اي بي من النتورك 10. النتورك 10 دي فيها كام سيرفر؟ فيها 3 وفي 2 هيطيروا، يبقى دي 5 وهم سلاش 28. سلاش 28 يعني بكام؟ 2 اس 4 ب 16، فيها 16 اي بي، فاولها 10 1 1 0 واخرها كام؟ 10 1 1 15، فهخلي 15 ده بتاع التلنت على السويتش، اقول والله انترفيس فيلان من 0 15 او 15 بالكسر، خلي 14 للفيلان، انترفيس فيلان 100 أول هالي اي بي ادرس 10 1 1 14 3 255 240 بس كنترول ده دبليو، واروح للاند يوزرز اللي هم موجودين، هدي ده اي بي 10 1 1 2 مثلا 10 1 1 هبدا اوزع من 5 هبدا اوزع من 10 من 10 ل 14 10 11 12 السيرفر ما بياخدش اي بي دايناميك، ينفع تروح للسيرفر ده سيرفر 10 1 1 10 الماك ادرس بتاعه هيبقى 255 240 والجيتوي بتاعهم يبقى 10 0 0 13، ده الفيرشوال جيتوي اللي هنعمله ريدندنسي على مستوى اللير 3. ايه تمام، او خليها 10 زي... خليها 10 0 0 13 كل، يبقى 14 بتاع الفيلان و13 بتاع الفيرتشوال جيت واي. ايه تمام، والراجل ده اروح اديله 11 10 1 1 11 وانزل تحت 355 240 وهنزل تحت 10 1 1 13 اللي هو الفيرتشوال جيت واي ده هنعمل له ريدندنسي، والراجل ده ال اتش تي تي بي ده هياخد 12 12 255 240 وتحت هيبقى 10 1 1 13
Да? На мен паш разрезил. ايه اللي انا عملته هنا بقى عشان الناس تكون عارفه؟ انا عملت فيلين، لميت الناس كلها حطيتها في فيلين اللي هم بتوع السيرفرات، واديتهم ايبات ستاتيك. النتورك بتاعتهم سلاش 28 فيها 16 اي بي، اتنين طايرين وفيها 14 هيشتغلوا. ال 14 دول انا خدت منهم ثلاثه ستاتيك حطيتهم لايبات السيرفرات، وخدت منهم واحد حطيته كانترفيس فيلان علشان امانج منه السويتش لو عايز اتنت عليه ريموتلي لازم يكون فيه اي بي. فعشان كده انا اصلا حطيتهم في فيلان، انا حطيتهم في فيلان عشان ادي للسويتش اي بي. خلاص؟ وعملت واحد فيرشوال جيت واي. فين الفيرشوال جيت واي ده؟ ما هي الانترفيس النتورك دي هيبقى لها اثنين جيت واي، واحد اهو وواحد اهو. خلاص كده؟ طب هيطلعوا على مين فوق للراوتر؟ او لو حابب حد يكلمهم يكلمهم على فين؟ هنعمل واحد منهم اكتف وواحد ستاند باي. فبالتالي عملت لهم حجزت لهم كمان الاي بي 10 1 1 13 كفيرشوال جيت واي هيقوم على الستاند باي. والانترفيس دي فيزيكال هتاخد 10 1 1 1 ودي هتاخد فيزيكال 10 1 1 1 2. اوكي تمام؟ ده في اللير 3 لسه. اما شغلي هنا انا خلصته. طيب هتنقل من هنا للفروع الباقيه. كل اللي انا هعمله هناك برضو بورت سكيورتي وفيلان. انيبل كونفيجر تيرمينال. الهوست نيم بتاعي هيبقى برانش 1 انترفيس، او اعمل الاول كونفجريشن بتاعتي العاديه انيبل باسورد 1 2 3 لاين لاين كونسول 0 باسورد 1 2 3 ثم لوجن واكزيت، وبعدين الانترفيس اللي بعدها سوري اللاين في تي واي 0 سبيس 4 باسورد 1 2 3 ثم لوجن ثم اكزيت، واول سيرفيس باسورد انكريبشن، وابدا اشتغل الكونفيجريشن بتاعتي الطبيعيه بقى اللي هو انترفيس رينج فاست 0 على 1 لحد 24 كلهم سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت بورت سكيورتي سويتش بورت بورت سكيورتي ماك ادرس ستيك سويتش بورت بورت سكيورتي فيوليشن شوت داون. حط الكاب مكان حد تاني مش هيشتغل. ادي خلصت البورت سكيورتي. اخرج بقى واعمل فيلانات انترفيس رينج فاست 0 على 1 لحد 10. انا حاططهم في فيلان، انا مسمي الفيلانات، انا قلت ده هيبقى فيلان 30 و40، فيلان 30 وفيلان 40. انترفيس 1 0 على 10 فاست 0 على 1 على 10 هيبقى سويتش بورت. هم اكسس حولتهم اكسس خلاص. اقول له والله سويتش بورت اكسس فيلان 30. اكسب وادخل على الرينج اللي بعده من 11 ل 20. اقول لهم كله فيلان 40. والانترفيس جيجا 0 على 1 احولها لترانك. انترفيس جيجا 0 على 1 اللي طلع بره سويتش بورت مود ترانك. وممكن اديها سويتش بورت ترانك اللاود فيلان 30 و40 ما تطلعليش اي حد تاني. خلاص كده؟ لا، ما في باقي الانترفيسز بره فيلان. في فيلان 1 اللي ما دخلتش في 20 و40 30 و40 موجوده في فيلان 1 وهي انتاج. فلو في هاكر قاعد ووصل نفسه باي بورت من بورتات السويتش اللي هي انتاج دي هيقدر ياتاك السويتش. فانا بتقول لا ما تعديليش اي حد غير 30 و40. ممكن الموقف تفرق او اعمل له شوت داون او اودي له الكوماند الالاوي. في اوبشنز كتير عشان يطلع الداتا للراوتر فوق. ترانك اللي هيطلع فوق هنا اللي هو الانترفيس دي اللي هي دي 0 على 1 دي لازم تكون ترانك. طيب هما هنا واخدين النتورك 2 0 او 172 16 0 2 0. خلاص ده للستاف وده للستيرد. فانا ممكن ادخل على اي فيلان منهم
وافعل التلنت او ادي انترفيس فيلان مثلا من فيلان 30 اللي هو واخد النتورك 192.168.0 انترفيس والكلام ده اتكتب فيلان انترفيس فيلان 30 اي بي ادرس 192.168.2 دايما هعمل التلنت من السيجمنت بتاعت الستاف هفتح التلنت من السيجمنت بتاعت الستاف 200 ده اللي بتاع التلنت هيبقى كله على مستوى كل النتورك 200 255 كنترول دبليو كده السويتش ده بالنسبه لي لو انا عايز التلنت على فيلان 30 عن طريق الاي بي ده ف 200 هيبقى في هنا وهنا هيبقى 300 وهنا هيبقى 400 خلاص كده السويتش اللي بعده في الفرع الثاني عامله سويتش بطريقه مختلفه مش احنا خدنا نوعين من الفيلان خدنا اللير 2 فيلان وخدنا في حاجه في اللير 3 اسمها سويتش فيرتشوال انترفيس ان انا ازاي اعمل فيلان على اللي هو سويتش لير 3 واخليه هو الراوتر والسويتش بتاعه خدناها صح هنعملها ثاني الفرع ده هيبقى سويتش فيرتشوال انترفيس فكل اللي انا هعمله دلوقتي ندخل على الفيلان ده انيبل كونفيجر تيرمينال انيبل او اسميه الاول الهوست نيم برانش 2 ولاين كونسول 0 باسورد لوجن ولاين VTY sorry exit line VTY 0 space 4 password 1 2 3 login ثم exit و enable password 1 2 3 login sorry service password encryption ادي السويتش كده البيزك ستارت منتهب انترفيس رينج بس 0 على 1 داش 24 بقول لك انا هو عليه راوتر يروت ما بين الفيلانات دي حلو وعليه راوتر من الناحيه دي هيتربط بالراوتر طنطا الفرع الرئيسي بنتورك ثانيه وعليه نفسه نفس الفيلانات سامع مين طب الفيلانات دي لو حابه اتكلم بعضها اتكلم بعضها ازاي اللي هو ده اللي طالع بره ده فين الجيتوي بتاعهم كلاسي هما فين الجيتوي اللي متوصلين بيه؟ يا جماعه انا شغلت راوتر ما فيهوش غير واحد جيتوي بس ما فيش غير واحد جيتوي انترفيس فيلان عن طريق الانترفيس فيلان انا مش محتاج ان انا اروت ما بينهم بقى مش محتاج احمل سب انترفيسز زي ما بيحصل هنا هنا اعمل سب انترفيسز خلاص وادي كل سب انترفيس اي بي من نفس الفيلان وهنا نفس الكلام انما انا مش هعمل هنا سب انترفيس خالص ده دي نتورك ثانيه يعني دي كده اللي هنا لو ما بين الراوترين دي هتبقى نتورك ثانيه مثلا ولتكن 11 0 0 0 30 اما السويتش ده هو عليه الفيلانات وهو مروت ما بينهم نفسه هنشوفها دلوقتي انا هكلم بس الفيلانات وبعدين هنشوف الحته الثانيه انا دخلت من وات فاصل 0 على 1 ل 24 وهحولهم سويتش بورت مود اكسس خلاص سويتش بورت بورت سكيورتي سويتش بورت بورت سكيورتي ماك ادرس ستيكي وسويتش بورت بورت سكيورتي فايوليشن شت داون خلاص واقدر اخرج انترفيس رينج باست 0 على 1 داش 10 سويتش بورت اكسس فيلان 50 اكزيت والرينج اللي بعده احولهم لفيلان 60
كده تمام. كنترول زد دبليو ار شو في لان عشان اوضح لك الحته دي. ادي البيانات اللي كانت عندي 50 و60. هو كراوتر بقى شو اي بي راوت، مفيش راوتنج تيبل بنا لسه لاني ما اديتش الانترفيس فيلان اي اي بيات كجيت وي للفيلانز دي، ولا قومت خدمه الاي بي راوتنج. انا كده عملت سويتش بس عشان اعمل له راوتر فيه خطوتين، ان انا بقى ادي لكل فيلان انا كريته جيت وي، فاعمله فيرتشوال جيت وي اللي هو انترفيس فيلان 50 واديها اي بي من الفيلان 50 كجيت وي ليهم، وانترفيس فيلان 60 واديها اي بي من النتورك 60 كجيت وي ليهم، وبعدين اقوم خدمه الاي بي راوتنج ما بين الفيلانات، فيظهر عندي راوتنج تيبل فيه شبكتين اللي هم 172.16 و192.168. انا عندي الفيلان 50 هيبقى عليه 3.0.192، والفيلان 60 هيبقى 172 هنا. 172.16.3.0. فده اللي هعمله دلوقتي. بس اقسم واتحكم انا بقى في الروتنج بس من نفس السويتش. السويتشات الثانيه كنت بروح للراوتر واعمل سب انترفيسز، وكل سب انترفيس اغير الانكابسوليشن بتاعها واديها اي بي من نفس السيجمنت. انما هنا كله على نفس السويتش. هو اللي فوق هنا 30 و40 عملنا فيه فيلان. اهم لسه عملنا فيه فيلان اهو، لسه اللي شغالين عليه دلوقتي حالا. مش هو فيلان اهي 50 و60. انا لسه دلوقتي الفيلانات مش شايفه بعضها. انا كل اللي انا اعمله ايه دلوقتي؟ اقول والله انترفيس فيلان 50 اقوم هالي اي بي ادرس، هي هتبقى الجيت واي بتاع فيلان 50 192 162 3 في 1 السبنت ماسك بتاعها 3255 0 واخرج انترفيس فيلان 60 اي بي ادرس 172 16 3 اخوات 3255 0. دول هم الجيت ويز فيرتشوال جيت ويز للفيلانز. كنترول زد شو اي بي راوت، مفيش في خطوه انت لسه ما عملتهاش. كونفيجر تيرمينال اي بي راوتنج كنترول زد دبليو ار شو اي بي راوتنج، كده ظهر عندي شبكتين اهو. خدمة الروت مش ده الار سي سويتش، فعلت عليه خدمة انه يبني راوتنج تيبل، فبص لقى في اثنين انترفيس اسمهم فيرتشوال فيلان 50 و60 عليهم ايباد، فكريت شبكتين، فكده يعتبروا عليه كراوتر يقدروا يكلموا بعض، وكسويتش متقسمين فيلان من غير ما اخرج بره خالص. تمام كده؟ دول دايركت كونكتد يا باشمهندس، دول دايركت كونكتد اهم. يعني كده الناس دول ودول شايفين بعض لوكالي من على نفس السويتش از راوتر، لانه ليه ار 3 سويتش بيفهم راوتر وسويتش. مش محتاج اروح يعني هنا عشان 30 و40 يشوفوا بعض، لازم يروحوا الانترفيس جيجا زيرو على زيرو واقسمها اثنين سب انترفيس، وادي كل سب انترفيس اغير انكابسوليشن بتاعها الفيلان 30 ودي اغير انكابسوليشن بتاعها الفيلان 40، ودي اديها اي بي من فيلان 30 ودي اديها اي بي من فيلان 40. انما اللي انا بعمله هنا على الراوتر عملته عليه كسويتش كراوتر، لانه هو راوتر وسويتش في نفس الوقت. مش انا هنا اروح اعمل فيرتشوال انترفيس، طب ما انا هنا عملتها، بس بدل ما اروح اعملها عند حد اكسترنال انا عملتها عندي، لان انا بفهم اي بي، انما الراجل ده ما بيفهمش اي بي ما اقدرش اعملها عنده. يعني لما تيجي تنفع تيجي على ذات كده تقول له لو سمحت كونفيجر تيرمينال شو اي بي كنترول زد شو اي بي روت، يقول لك روت ايه؟ انا روت ما فيش ما بتكملش. طب لو سمحت كده كونفيجر تيرمينال اقوم لي خدمه الاي بي راوتنج هكملها انا، هيقول لي انت بتكتبه ده انا ما بفهمش الكلام ده لاير 2، عشان اخلي الناس بتوع لاير 2 يشوفوا بعض لازم اطلع فوق. انما هنا هو لاير 3 شغال راوتنج وسويتشنج في نفس الوقت، فخليتهم عليه كسويتش فيلانات ما بيشوفوش بعض، وخليتهم عليه كراوتر راوت نتوركس تشوف بعضها. ايه؟ بالاكسس كنترول ليست وبالاي بي. وانا دلوقتي لو عايز امنعهم من انهم يشوفوا بعض من عليه نفسه كراوتر، مش هعمل اكسس كنترول ليست واقول له ما تخليهمش يبنجوا على بعض؟ انا حر. هقول لك انا ايه لازمتها.
لازمته هي دي، مش ده سويتش وفيكسد سويتش ما فيهوش بيلد بيزكس بتاعت رواتب، فما فيهوش ما فيهوش اللي انك تقدر تضيف لي بورت. طب عشان اربطه والوان الدنيا مربوطه سيريال بالوان، لازم اجيب راوتر تاني اربطه سيريال. في الحاله دي هربطهم الاثنين راوترز مع بعض، يعني انترفيس جيجا زيرو على 1 دي اللي هي هنا هتقوم از بورت، يعني كده هي النتورك اللي ما بينهم 11.0.0، وانا على نفس السويتش هقومها بالمره. هدخل كده كونفيجر تيرمينال انترفيس جيجا زيرو على 1، مش دي هقومها بورت راوتر؟ اول حاجه اقولها لها نو سويتش بورت. نو سويتش بورت، ما تبقاش بورت سويتش، خلاص انت بقيت بورت راوتر. خلاص ونو شوت داون. واي بي ادرس 11.0.0.1.3.255.252 كده تمام؟ فبقت بورت راوتر. كده بصوا كده كنترول زد، لو قلت له شو اي بي راوت كده تاني. حل النتورك 11 ظهرت، امتى هتظهر؟ لما الراوتر اللي الناحيه الثانيه اقوم الانترفيس تبقى اب عشان يبقوا الاثنين اب اب. فتلاقي ده نزلت عنده شبكه جديده اسمها 11 وقادر يوصل لها، فبقى اصبح عنده ثلاث شبكات. وهدخله في الاي اي جي ار بي معاهم وهيشتغل عادي خالص. انا كده خلصت السويتش اللي هنا ده الفرع الثاني، ادخل على الفرع الثالث. انيبل كونفيجر تيرمينال هوست نيم هيبقى فرنش 3 لاين كونسول 0 باسورد 1 2 3 لوجن اكزيت لاين في تي واي 0 سبيس 4 باسورد 1 2 3 لوجن اكزيت انيبل انيبل باسورد 1 2 3 سيرفيس باسورد انكريبشن. خلاص كده الانترفيس رينج فاست 0 على 1-24 سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس في لان اسف سويتش بورت سكيورتي سويتش بورت بورت سكيورتي باك ادرس ستيكي لانها اقوى حاجه سويتش بورت بورت سكيورتي فايوليشن شوت داون واكزيت انترفيس رينج فاست 0 على 1-10 دخلهم سويتش بورت اكسس في لان 60. الثاني كان 40 و50 صح؟ يبقى ده 70 و80، يبقى لازم اشيل دول من سويتش بورت في لان 60 وكمان احطهم في فيلان 70 واخرج نو فيلان 60 لازم الغيه. وانترفيس رينج فاست 0 على 11-20 سويتش بورت اكسس فيلان 80 واكزيت وانترفيس فيلان 70 اللي هي بتاعت الستاف اي بي ادرس 192.168.3 ولا كام؟ 4 4.100 كنترول زد دبليو ار ينفع ينفع باخدها على اللوج. في حاجه اسمها هنا لوج شو كوماند لوج او طلع لي اللوج بتاعي من الاوبشن بروح واخدها منه بينزل اللوج هنا اهو. هاخدها كلها كوبي كده واطبقها على السويتشات. في الريال لايف ينفع، لكن هنا في الريال لايف انا بقول له اعمل لي طلع لي اللوج بتاعي على ديسك توب في تكست، فبيطلع لي الديسك اللوج على ديسك توب، فباخد الاوامر كوبي كلها واروح رازعها على الراوتر او السويتش اللي بعديه.
انا اي ثينك ان انا هنا كده خلصت بلان 70 و80 فاضل الراجل ده ما ادانهوش تلنت ايه؟ لا ادانا له 200 اول واحد اللي هو هنا ما ادانوش تلنت بس ده ما ادانوش تلنت مش انا ممكن اتلنت من الانترفيس بتاعت الفيلان اللي هي تعتبر جيت واي تاني مش 192 168 3 1 دي خدها كجيت واي لو انا جيت اقول له على السويتش انا عايز اتلنت على 192 168 3 1 مش هيرد عليا فكده كده مش محتاج احط له 300 لانه هو خد كده كده انترفيس في الفيلان 60 واعتبرها جيت واي فانت تلت عليها عادي وتلت عليه كمان كراوتر فبالتالي هنا ما ادتلوش اي بي للتلنت عشان كده هنا دي الشبكه 192 168 هي اخر حاجه لو اديت عادي بس هتقدر اي بي وخلاص ده السويتش ده هديله انترفيس فيلان 10 كونفيجر ترمينال انترفيس فيلان 10 اي بي ادريس 192 162 300 و3 و95 لا انت بتكتبه بلين تكست هو بيقراه متشفر ياخد يشفره لما انت بتحب تتلت بتتلت عليه من جهاز بعيد صح؟ الداتا بتمشي على الكيبلز فممكن تعمل لها سنيفنج عن طريق الواير شارك حلو بص كده فين الواير شارك اللعين مين اللي كان يسال بورتي انت مش هتدور ده احنا جربناه 50 مره هجربه دلوقتي انا هطلع فين انا لازم يكون بس عندي بورت عندكم الاير كونكشن بتاعي واقول له ستارت سنيف انا كنت فين دلوقتي انا كنت على سكيلابل ليرنينج هفتح كمان فيسبوك بيسنف في الباكت اللي انا طالع بيها دلوقتي كل حاجه اصبر عليه بقى شويه طيب انا هنا انا كده خلصت اللير 2 سويتشز فاضل اللير 2 تكنولوجي اللي هي الواير تمام كده خلصت اللير 2 سويتشز فاضل اللير 2 تكنولوجي اللي هي الوان اللي هي الفريم ريلي دي لازم بقى اروح اعمل لها كونفيجريشن اللي هو رايح وجاي على الكلاود وعلى الانترفيس بتاع الراوتر بعد اللير 3 ده لازم تعمل قبل اللير 3 انا هروت دلوقتي على الرواتب حلو هروت ازاي ما بين 1 تكنولوجي مش موجوده اصلا فمش هينفع اشتغل لير 3 خالص اي نعم هي هتجبرني ان انا اشتغل على رواتب بس التكنولوجي اللير 3 اللير 2 اللي هي الوان بس طيب تعالوا نشتغل الاول نخلص الحته اللي تحت دي بتاعت الريدندنسي نعملها ايه دول رواتب ريدندنسي اشتغل عليهم اتش اس ار بي تمام هيبقى راوتر فانا هديهم قلت هديهم 1.1.2 1.1.1.1.1.2 وهديهم فيرتشوال جيت واي 10.1.1.13 فادي الراوتر ده هي انترفيس في كام؟ الانترفيس دي كام؟ فاست 024 انيبل كونفيجر ترمينال انترفيس فاست 0 على 24 نو سويتش بورد نو سويتش بورد اهي تاني الناس تركز عشان ما تلوش مني انا بعمل الحته بتاعت الريدندنسي هنا هقوم الاثنين دول الانترفيس 24 هنا و24 هنا كرواتر واديهم اي بي من نفس النتورك واقوم الراوترين دول واحد اكتف وواحد ستاند باي علشان الناس دول لما يخرجوا بره يخرجوا عن طريق الاكتف والناس اللي بره لما يجوا يدخلوا للناس دي جوه يدخلوا عن طريق الاكتف طيب فانا دلوقتي هيبقى فيزيكال لكن هم هيطلعوا على فيرتشوال جيت واي غير ده
اللي احنا حاطينه لهم كاي بي ادرس في الجيت واي هناك تحت من السيرفرات. اي بي ادرس 10.11.1.255.240 وانا عليها او ممكن اكتب بالمره ستاند باي 1 اي بي 10.11.1.13 في حاجه زياده ستاند باي 1 بريمبت لانه بيخش جوه الانترفيس ويجيب البيانات بتاعته كده تمام. طيب واروح عند الراوتر الثاني ترفيس فاست 0 على 24 نيبل كونفيجر اقول انترفيس فاست 0 على 24 نيجوشيت يعني فاست 0 على 24 نو سويتش بورت اي بي ادرس 10.11.2.255.240 تاني اقول لها ستاند باي 1 اي بي 10.11.13 ستاند باي 1 ده الفيرشوال اي بي اللي هيقوموا عليه بينه وبين الراوتر التاني شوفوا مربوطين على نفس السويتش بس مين يبقى الاكتف ومين يبقى الستاند باي. لو جيت هنا قلت له شو ستاند باي اهو بقى حالته اكتف اهو لوحده قام اكتف قبل ما اقول له كده خلاص. اقوم بقى الجزء بتاع هقوم الجزء بتاع الوان يا منوفيايه. لا مش انت انا اسف جت فيها غلط انا بحسبها اللي قاعده ورا عماله تتكلم بتكلم في ايه؟ نعم طب ممكن تاخدوا بريك انتوا الاثنين وتطلعوا تستشيروا بعض بره. هدخل على الراوتر خليتونا ظلمنا البنايه هي كده السيول. هدخل على الراوتر كايرو ده وهعمل كلاود الاول. تعالوا نعمل كلاود الاول حته بتاعه الفريم ريليف فيها كونفج هشوف سيريال زيرو. السيريال زيرو هيبقى عليها هشتغل ب انسي ك ال ام اي ذكي ده احنا لسه واخدين امبارح مش فاكر. لا راجع الورق لو لقيت نفسك مش فاهم مش فاكر انا مش فاهمك لكن مش فاكر دي ترجع فيها للورق وانسي وكيو 933 سيسكو ده بروتوكول خاص براوتر سيسكو بس لو انت هتشتغل انسي ده بروتوكول عشان بيقوم حاجه اسمها ال ام اي تايب بيدعم لي اللوكال مانجمنت انترفيس. مش قلنا ان الـ ان الـ ان الرواتب دي هتنجوشيت مع بعضها حوالين الديلس نمبر اللي هتنقله ده والطرق اللي هتطلع عليها فمين اللي هيخليهم يشيلوا الداتا دي؟ بروتوكول اسمه انسي او سيسكو او كيو 933 فانا بشتغل ستاندرد لان سيسكو خاص بسيسكو وكيو 933 ده كان بروتوكول قديم واللي شغال انسي. فاقول والله انا عايز اعمل الديلس نمبر 100 اللي هيبقى اسمه كايرو اليكس وديفول وعايز اعمل الديلس رقم 200 اللي هيبقى اسمه كايرو طنطا وضيفه والديلس رقم 300 اللي هيبقى اسمه كايرو اسوان وديفول ده سيريال زيرو اللي هي هتبقى ماسكه من فرع القاهره هيبقى عليها 3 ديلس اللي رايح فوق واللي رايح في النص واللي رايح تحت. طيب سيريال 1 ده اللي جاي من القاهرة ده اللي جاي من اليكس القاهرة هيبقى 110 وهيبقى اليكس كايرو وظيفة. سيريال 2 هتبقى 210 هيبقى طنطا كايرو واقول له ات والسيريال 3 هيبقى 310 اللي هيبقى عليه اسوان كايرو واقول له ايه
كده الانترفيسز اهم كل واحده عليها الدلسات بتاع الدلس نمبر بتاعها، ده اللي السنترال بيعمله لي. كلهم سيسكو، انا هقوم انا رجعت لهم عشان كده. دي سيريال 3 فانسي، سيريال 2 فانسي، سيريال 1 وسيريال 0. افعل بقى خدمه الفريم ريلي واعرف البورتات لبعضها. اقول وانا واقف على سيريال 0 طالع من كايرو الاليكس، ارجع له تاني من سيريال 1 بأليكس كايرو. قال طب وانا واقف على سيريال 0 معايا اللينك بتاع كايرو طنطا، ارجع له من سيريال 2 طنطا كايرو، يبقى انا عرفت الطريق رايح جاي. وانا واقف على سيريال 0 ومعايا خط اسوان، ارجع له من سيريال 3 اللي جاي من اسوان على كايرو، يبقى انا كده عرفت للوان انا رايح جاي هيشتغل ازاي. وانا رايح طالع من على سيريال 0 ده بتاع القاهره في الوان، حلو، اللي هو الفرع الرئيسي اللي هو سنترال مثلا مدينه نصر، كل الترافيك بتاعي اللي خارج من مدينه نصر كفرع رئيسي رايح اي فرع تاني خارج من نفس السنترال اللي هو الانترفيس سيريال 0، حلو. لكن وانا راجع من القاهره وانا راجع من اليكس، لا ده انت هترجع لي من سيريال تاني اللي هو سنترال تاني سيدي جابر مثلا. طب وانت راجع من طنطا، لا ده انت هترجع لي من سنترال طنطا. طب وانت راجع من اسوان، لا ده انت هترجع لي من سنترال اسوان. فالسيريال بتتغير مره واحد واثنين وثلاثه، فالسيريال هنا معناها ان هو ده سنترال، فبالتالي عرفت المسارات رايح جاي فاونت الخدمه بتاعت الكلاود بتاعت الفريم ريلي كده. دي بالنسبه لي خلاص ابدا بقى اقوم الانترفيسز على الرواتر. ادي الراوتر كايرو هقوم عليه ثلاثه سب انترفيس بوينت تو بوينت واديهم النتوركس بتاعته، تمام. كايرو نيبل كونفيجر تيرمينال الهوست نيم هيبقى اسمه كايرو، طبعا اللاين كونسول زيرو، باسورد 1 2 3 ثم لوجن اكزيت لاين بي كيو اي 0 سبيس 4 باسورد 1 2 3 لوجن اكزيت ثم هقول له انيبل الباسورد. ثم هو الخدمة اللي انا عايزها باسورد انكريبشن واخرج كده خلاص. الدنيا بالنسبة لي بقت طبيعية. هقول له انترفيس سيريال 0 على 0 على 0. قبل ما اقومها لازم اعمل قبل ما اقسمها لسب انترفيسز هقوم عليها كلها، والانترفيسز او السب انترفيسز اللي تحتها هغير الانكابسوليشن بتاعها الفريم ريلي عشان تقوم، وهديهم كلهم ال ام اي طيب انسي. وبعدين لما ادخل على كل سب انترفيس ابقى اديها الديلس نمبر اللي هتطلع عليه. خلاص انا كده واقف عليها اقول له انكابسوليشن غيره لو سمحت لفريم ريلي اللي هي الستاندر اللي هي خاصه باي اي تي اف انترناشونال انجينيرنج تاسك فورس، وخلي كلهم ال ام اي طيب اللي هيتكلموا بيها المانجمنت انترفيس خليها انسي بس، واخرج من الفيزيكال انترفيس واروح اعمل انترفيس سيريال 0 على 0 على 0 دوت 100 اللي هي هتبقى خاصه بالديلس 100. انا رابط رقم الديلس برقم السب انترفيس ولكنه ده مش اجبار، انا بعمله عشان انظم شغلي فقط. دوت 100 لو قلت له كده هيقول لك انا مش قادر اكاري الانترفيس، لازم تعرفني هشتغل بوينت تو بوينت ولا بوينت تو مالتي بوينت، لان دي وان. هقول له والله هي شغاله بوينت تو بوينت. السب انترفيس دي هتشتغل على فرع كايرو اهي اللي هو رايح لاليكس، فهديها اي بي من نفس السيجمنت اللي هي بين كايرو واليكس. هقول له والله الاول فريم ريلي انترفيس ديلسي 100 والاي بي ادرس 10.001 3255 252. عملت الشبكات كلها سلاش 30، السب انترفيس دي هتاخد 10 اللي فوق 10.00/30، تحت في النص 10.004/30، تحت 8/30. فانا اديت هنا 10.1/30 اكزيت، وادخل على انترفيس ثانيه اللي اسمها دوت 200. عايزك
كويس، قسمته على اساس ان دول يا زكي ثلاث فروع اهو، كل فرع بينه وبين فرع شبكه، يعني كايرو بينه وبين اليكس شبكه، فالشبكه دي فيها كام راوتر؟ راوترين ده اهو، وهو السب انترفيس اللي على الراوتر ده، فالشبكه دي محتاجه كام اي بي؟ 2 اي بي بس، والاثنين اللي هيطيروا يبقى 4، يبقى السيجمنت اللي انا محتاجها فيها لازم تكون سلاش 30 عشان ما اقدرش اي بيهات. خلاص كده؟ لازم طبعا مش راوترين بينهم نفس الشبكه، لازم تكون نفس الاي بي. الانترفيس جه 0 على 0 على 0 دوت 200 بوينت تو بوينت، قلتها اقول لها الفريم ريلي انترفيس ديلسي هتبقى رقم 200، الاي بي ادرس هيبقى 10.005، لان النتورك الثانيه بتبدا من 10.4، تمام؟ 4 ده الاي دي، و5 هيبقى اول جيت واي، والانترفيس اللي قدامها الثاني في طنطا هتاخد رقم 6. 10.005 3255 252، واخرج الثلاث سب انترفيس الثالثه دوت 300 الانترفيس فريم ريلي انترفيس ديلسي هيبقى رقمها 300، الفريم ريلي الاي بي ادريس اسف هيبقى 10، الشبكه اللي تحت الشبكه اللي تحت خالص هتبقى بادئه من 8، يبقى الاي بي بتاعها 8 نبدا من 9، والناحيه الثانيه تاخد 10 اللي هي فصل 1، 10.0.0.9.3255252. ما يستاش 30 يا زكي، يستاش 30 يعني فيها 4 اي بيهات اللي هم 2 اس 2 بت، لو طرحت ال 4 من 256 هيديك 252 سم بلس، ال 4 اي بيهات كده. على كايرو انا خلصت الكونفجريشن العاديه بالمره بقى، وانا واقف عليه اقوم الانترفيس اللي ورا اللي هي جيجا 0 على 0 واقوم الاثنين انترفيس اللي تحت، دي هتبقى كام؟ جيجا 0 على 0 عشان بس الدنيا متلخبطه او الدنيا زحمه عندي. اخرج انترفيس جيجا 0 على 0 نو شوت داون. طيب هي دلوقتي هتاخد انهي نتورك؟ النتورك اللي ما بينه لا اثنين دي اللي هي بابليك، انا مستخدم ايوه برايفت في النتورك البرايفت وبابليك لما اعمل نات، تمام؟ كاني بالظبط اي دي اس ال، هحط هنا الشبكه 10.3.3.0/30. ايوه ما هو مش راوتر ده وراوتر ده بينهم شبكتين مختلفتين اهو، انا بس هطير الحته بتاعت البوست بورت نمبر عشان تتضح الامور معاك كده، تمام؟ فهنا ده هيبقى 10.0.10.3.3.0/30، فدي هديها اي بي ادرس 10.3.3.1/3255.0 اسف هاوفر رايت عليها لانها ما ينفعش تاخد 2 اي بي. طيب الانترفيسز اللي تحت دي كام؟ جيجا 0 على 1 هتاخد 10.2.2.0 اللي هي جيجا 0 على 1، اخرج انترفيس جيجا 0 على 1 نو شوت داون اي بي ادرس 10.2.2.1/3255.248 استاذ 29. والانترفيس دي هنا في قصه، الناس اللي تحت دي هيخرجوا من هنا على الاكتف صح؟ طب هيخرجوا للراوتر من الشبكه دي ولا من الشبكه دي؟ الاكتف من تحت انما فوق شبكات ثانيه صح كده؟ الاكتف من هنا من تحت، يعني احنا هنا كلنا على دول كسويتش، لما نحب نخرج له فيه لا 2 اي بي فيزيكال هنا الجيت واي من نفس الشبكه اللي احنا واخدينها، فقمنا عاملين واحد
ستاند باي واحد اكتف، فهنخرج من الاكتف. طب افترضنا ان ده الاكتف، يبقى احنا هنخرج من الناحيه دي. طب لو ده وقع وده الاكتف، يبقى اخرج من الناحيه دي، يبقى لازم دي تكون شبكه ثانيه. طيب انا هنا كانت 10 2 2 0، بص انا هعملها سلاش 30، انا اسف عشان بس ايه اقل شويه السيجمنت بتاعتي. هاوفر رايد الراجل ده واقول له 252، يبقى دي سلاش 30. واخلي هنا الناحيه الثانيه 10 دوت 2 2 4 سلاش 30 كده تمام. فالراجل اللي لقى ده الاكتف هيخرج له من الناحيه دي، لقى ده الاكتف هيخرج له من الناحيه دي، وفي كلتا الاحوال هيوصل للراوتر. ده اللي انا عايزه تمام. لا دي شبكه ودي شبكه، دي 10 2 2 0 سلاش 30 ودي 10 2 2 4 سلاش 30. دي فيها 4 اي بيهات من 0 ل 3 ودي فيها 4 اي بيهات من 4 ل 7. في حد مش فاهم؟ اه والله متقطع سلاش 30 والنعمه متقطع، والله متقطع. زكي هو الجروب مسلطك عليا ولا انت ما اخترتش؟ ما اخترتش. معاك الفيديو لا هتعملها كلها على بعضها، لكن هتتسال كلها على بعضها. الراوتر اللي فوق دي انا اديتها الاي دي ادرسنج خلاص، الاثنين اللي فوق. هدخل على الانترفيسز اللي هنا دي، اللي هي انا موصل بجيجا 0 على 1 مثلا، وجيجا 0 على 1 برضه هنا، هدخل اديهم انيبل كونفيجر تيرمينال انترفيس جيجا 0 على 2 نو سويتش بورت الاول اي بي ادرس سوري يا جيجا 0 على 1 ولا 2؟ اوكي كان ممكن نغير البورت عادي مش مشكله. نو سويتش بورت اي بي ادرس 10 2 2 2 3 255 252 واخرج. بس غالبا لما بتقول انترفيس راوتر ما بعملش على كده. كونفيجر تيرمينال انترفيس جيجا 0 على 1 نو سويتش بورت اي بي ادرس 10 2 2 دوت 6 اللي فوق خدت 5 في الناحيه الثانيه 3255 252. لو بصيت ليه كده كنترول زد دبليو ار شو اي بي راوت هلاقيه مش شايف اي حاجه، لازم افعل خدمه اي بي راوتنج كنترول زد دبليو ار وارجع اقرر الكوماند تاني، هلاقيه شايف نتورك 10 1 و 10 2. طب ومن تحت ليه مش شايف الفيرشوال جيتوي؟ ها
يروج. بص كده هو شايف كام شبكه. الاي بي راوتنج هرجع اكتبها تاني. اي بي راوتنج شايف 10.1/28 و10.2/30 والناحية التانية كذلك. مش هيشوف باقي الناس بقى لما اعمل روت. روت فيرشوال منين؟ ما عملت لهم. لا عملت من ناحيتين اللي هو شو كده حتى شو ستاند باي اهي اكتف وادي وضع بي 10.13 ما عملتهاش هنا؟ شو ستاند باي عملتها انا متاكد. اهي 10.3 من فوق تقصد؟ اخلي واحد انا مش هيفرق معايا من فوق مين اللي هيبقى اكتف. انا عايز اطلع النتورك اللي تحت صح؟ وهو راجع هيخش على الفيزيكال هو اللي يهمه دي. هيخش هنا يشوف مين اللي اكتف. انت عايز تقول لي مثلا انا ممكن اعمل له اي بي من النتورك. بص دي نتورك ودي نتورك ثانيه. ثواني بص يا باشمهندس دي نتورك ودي نتورك ثانيه مرتبطين براوتر هيوصلوا هنا بالروت. حلو كده؟ لكن تحت الاثنين راوتر مربوطين بسويتش واحد فعليهم نفس النتورك. فعشان كده عملت بدل الاثنين فيزيكال جيت واي اللي هو ده وده عملت لهم فيرتشوال جيت واي يطلعوا عليه. لكن هنا هيطلع ازاي؟ هيطلع بالروت. طب هو راجع هيرجع ازاي؟ هرجع بالروت. فمش تفرق معايا. واصله الفكره؟ حد مش فاهم الحته دي؟ هنا 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 انا هنا ليه عملت اسف ليه عملت هنا ستاند باي تحت وما عملتوش فوق؟ لان تحت دول الاثنين وان نتورك اللي هي دي مربوط على سويتش واحد في فيلان واحد. فعشان الداتا تطلع من هنا هتلاقي اثنين جيت واي فيزيكال اهم واحد الناحيه دي واحد الناحيه دي. فانا عملت لها فيرتشوال جيت واي تخرج عليه لبره. طب وهي راجعه؟ راجعه ده هنا اثنين شبكتين مختلفتين يعني روت يعني هيشوفهم بالروت. فبالتالي الراوتر ده اهو اما قومته راوتر عليه اثنين شبكات واحده اهي وواحده تحت وده عليه واحده اهي وواحده تحت. ولما اجي اقوم عليهم كلهم راوتنج هيشتغلوا معايا روت. اللي هو هنا ده عملتها 10.1.13 تمام. اللي انا اديتها تحت جيت واي لكل السيرفرات اهي 10.1.13. طيب اقوم بقى الفريم ريلي من الناحيه الثانيه عشان نبدا هنطلع ناخد بريك وبعد كده نرجع نشغل الروت. يعني اقوم بس اللير 2 تكنولوجي وبعدين بعد البريك نكمل. اليكس هقوم سيريال 0 على 0 على 0 نو انيبل كونفيجر تيرمينال هوست نيم اسمه اليكس لاين كونفيج 0 باسورد 1 2 3. انا كنت المفروض اعمل الكونفيجريشن دي على راوتر واحد بس بتاعت الكونت بتاع السكيورتي بس بما انكم هتسلموه زي ما هو كده فهعملها على كل الرواتر عشان تبقى جاهزه كلها. لاين كونسول 0 باسورد 1 2 3 وبعدين لوجن واخرج لاين في تي واي سبيس فور باسورد 1 2 3 لوجن اكزيت انيبل باسورد سيرفيس باسورد انكريبشن وانترفيس سيريال 0 على 0 على 0 نو شوت داون اي بي ادرس 10.0.0.2 53 52 وانكابسوليشن فريم ريلي اي بي تي اف فريم ريلي ال ام اي تايب ان سي فريم ريلي انترفيس دل سي رقم 110 ادي
طب لا خالص، ماله مال البلان؟ فين اللي ورا ده؟ اه ثواني، انت الراوتر ده هيغير انكابسوليشن مرتين، الداتا اللي جايه من هنا داخله جوه هتتغير من هنا فريم ريلي، حلو، ولما تيجي تعدي النتورك الثانيه هتتغير هو دوت 1 كيو اللي هي الانترفيس ده، هي جيجا 0 على 0 دي. اه طبعا ده طالع دوت 1 كيو هيتحول لفريم ريلي، وهو راجع فريم ريلي هيتحول لدوت 1 كيو. اه هياخد الديلس نمبر اللي هيمشي عليه. اه طبعا خالص نتورك اي بي بيكلم اي بي، اللي يعرف ان دي فيلان الراوتر بتاعها، واللي يعرف ان دي فيلان الراوتر بتاعها، لكن الراوتر بيفهم على انها ايه، الراوتر في النص بيفهم على انها نتورك. ثواني، نفس الفيلان فين؟ 50 و50 مثلا؟ طب ده فيلان مختلفة، لأن 50 اللي هنا هتاخد نتورك، و50 اللي هنا هتاخد نتورك تانية خالص. مستحيل. الفيلان دي يا باشمهندس، يعني أنت عايز تقول لي إن أنا عايز أعمل عندي فرع الشركة، عايز أعمل فيلان للأي تي بتاع القاهرة وإسكندرية يبقوا على نفس الأي تي؟ لا. بص، الفيلان دي سويتشد نتورك، السويتشد نتورك موجودة فين؟ بتشتغل في اللوكال لان، مش شرط في الوان، فاللوكال لان دي معناها في مكان واحد، ينفع يبقى في مكان واحد. يبقى دي شبكة ودي شبكة تانية. ليه؟ دخلت الراوتر في النص، الراوتر دي بتشيل ايه؟ شبكات مختلفة. هينفع احط اللي مش انا وصلت ما بينهم براوتر؟ يعني في انترفيس من الناحية دي وفي انترفيس من الناحية دي. ينفع احط نفس النتورك هنا وهنا؟ ما هو ده فيلان 50 وده فيلان 50، يعني واخدين نفس الاي بي، بينهم راوتر. هيبقى واصل ما بينهم من ناحيه بانترفيس ومن ناحيه بانترفيس، ينفع احط على الراوتر اللي على الاثنين انترفيس نفس النتورك؟ بالتالي هيبقوا نتورك مختلفه، فمين اللي هيفهم ان هم بيلانات؟ اللوكال سويتش، لكن الراوتر هيفهموا انهم شبكات. لا طب نستنى لما اخلص، انا هتست الباكت بعد ما اخلص هتفهم. الانترفيس جيجا 0 على 1 دي هعملها تو سب انترفيسز، اكزت انترفيس هي 0 على 0 قامت اب اهي، اتاكد بس قامت اب، واخرج منها واقول له انترفيس هي 0 على 0 دوت 30 انكابسوليشن دوت 1 كيو 30 الاي بي ادرس 172 192 168 1 2 1 90 168 2.1 3 255 0 ده الاي بي ادرس بتاعها، واخرج والانترفيس بتاع فيلان 30 جيجا 0 على 0 دوت 40 الانكابسوليشن دوت 1 كيو 40 والاي بي ادرس 172.16.21.3255.0.3255 لا سلاش 23 تبقى كام؟ اوكي اوكي مظبوط عادي، فيها 255 يوزر، فدي السيجمنت بتاعت الستودنت. لا انا عملتها سلاش 23 24 اهي اللي هي هنا دي سلاش كام؟ 23 سوري انتر، يبقى انا غيرت الانكابسوليشن واديت اي بي ادرس هنا خلاص في الراوتر الاليكس خلاص. اسيف بس قبل ما اخرج كنترول دبليو ار.
طنطا انيبل كونفيجر تيرمينال. طنطا بقى عليه حاجه ظريفه قوي، انا هنا مش هعمل سب انترفيسز بقى في الفيلانات ورا، دي نتورك عاديه خالص هقومها عادي، اللي هي واصله بين الراوتر جيجا 0 على 0 والراوتر ده. ما انا بس بعمل تنوع علشان يبقى ايه الدنيا شغاله بشكل كبير. لاين كونسول 0 باسورد 1 2 3 ثم لوجن اكزيت لاين في تي ار اكزيت. لازم تكتب كامله لان انت جوه لاين لاين في تي اي 0 سبيس 4 باسورد 1 2 3 ثم لوجن واخرج وانيبل باسورد 1 2 3 سيرفيس باسورد انكريبشن والهوست نيم اغيره طنطا وانترفيس سيريال 0 على 0 على 0 نو شوت داون انكابسوليشن فريم ريلي اي اي تي اف فريم ريلي ام اي تايب انسي وفريم ريلي انترفيس ديلسي رقم كام 210 والاي بي ادرس 10.006 مش قلنا هناك 4 ففي 5 و6 255252 انترفيس هي 0 على 0 نو شوت داون اي بي ادرس 11.002 355252 كنترول دبليو الراوتر ده كده خلاص كده طنطا اسوان اسوان دي جيجا 0 على 0 اللي هنا اللي هي تبقى على سب انترفيس ودي جيجا 0 على 1 انيبل كونفيجر تيرمينال بوست نيم اسوان لاين كونسول فيو باسورد 23 لوجن لاين في تي واي سيرفيس باسورد انكريبشن وانترفيس سيريال 0 على 0 على 0 نو شوت داون انكريبشن فريم ريلي اي اي تي اف فريم ريلي ال ام اي تايب ان سي فريم ريلي انترفيس ديل سي رقم 310 كده خلاص اي ثينك انترفيس هذا الاي بي الاي بي ادرس 10 0 0 هناك كانت 8 واخدة 9 يبقى دي 10 انترفيس جيجا 0 على 0 نو شوت داون اكزيت انترفيس جيجا 0 على 0 دوت 70 انكابسوليشن بوينت فيو 70 اي بي ادرس 290 260 بوينت 4 بوينت 355 0 مخرج
على 0.80 انكابسوليشن دوبون كيو 80 دي بتاعت الانترفيلان راوتنج اي بي ادرس 172.16.4.1 255.255.254.0 بس تفشي 500 فقط صح؟ 512 اه ده تقلب 2 يبقى ده حقيقي واحده بتنتهي 2 بص آه الافضل ان انا ارجعهم كلهم 24 تمام عشان مش مبوظش الدنيا فدي خلاص هرجعها ل 24 عادي هي واخدة كمان مظبوطة يبقى هنا الكونفليكت بس كده لو انا نيجي خلاص يخلص من بس انا غيرت حساب للباص بس كده عشان هيحصل كونفليكت دلوقتي لازم اقعد اعيد سكيم على ال ايه لا دي فيلان ودي فيلان تانية بس المفروض ان هما الاثنين هيخشوا في نفس هيبقوا في نفس النتورك في نفس السيجمنت فيحصل لي كونفليكت ادي دي كده خلاص انا كده طبش التوبولوجي كلها كده قامت اب على مستوى الاي بي ادريسنج فيما عدا الجزء ده اللي هو اللوكال راوتر ده اللي انا هعمل عليه مانجمنت هقومه بسرعه يبقى مش هعمل عليه اي حاجه كونفيجر تيرمينال اللي هو سنين لوكال انترفيس دي 0 على 0 نو شوت داون اي بي ادريس هتبقى كام 10 دوت 3 دوت 3 دوت 2 355 255 exit interface هي 0 على 1 no shut down يبقى اللي بيكون اي بي ادرس 2.2.2.1 ده البابليك اللي هيطلع عليه نت exit interface 0 على 2 no shutdown
تشتري بقى. استنى دي جيجا 0 على 1. فيس جيجا 0 على 2 اللي كنت عليها اصلا. مش هي اللي احنا واقفين عليها تقريبا؟ جيجا 0 على 2 اللي احنا واقفين عليها. نوصل الداون واقول والله هخرج منها وخلي سب انترفيس جيجا 0 على 2 دوت 10 انكابسوليشن دوت 1 كيو 10 اي بي ادرس هيبقى 192 168 1 دوت 1 1 355 0 واخرج والانترفيس جيجا 0 على 2 دوت 20 انكابسوليشن دوت 1 كيو 20 والاي بي ادرس 172.16 1 دوت 1 355 فيلان هنا في اثنين فيلان تمام كل سب كل سب انترفيس هيبقى لها 1 نتورك اللي هي 1 فيلان طيب الداتا اللي بتطلع من اكتر من فيلان لازم تطلع على ترانك بورد اللي هو اللي خارج من السويتش ده حلو فانا بغير المود بتاع البورت للتراونك طب بالنسبه للراوتر البورت مشنوش بورت اسمه انترفيس والانترفيس ملهاش مود ليها انكابسوليشن فبغير الانكابسوليشن بتاعها من اربع دي دوت 1 كيو عشان تفهم ان الداتا اللي جايه لها دي من ترانك مود بورت عليها اي دي بتاع فيلان فهي تكون بتسبورت نفس الفيلان ده. طيب والانترفيس اللي فوق الراوتر بتاع النت هقومه بالمره. نيبل بوست بي بوست نيم نت او اي دي اس ال وانترفيس جيجا 0 على 0 جيجا 0 على 1 نو دروب داون هلا هلا زيرو على زيرو نو دروب داون اي بي ادرس 2 2 2 2 ثلاثة وخمسين زيرو سوري 2 2 2 كده اعتقد كل النتورك اب فيما عدا ده وده انا عامله باك اب دي اتش سي بي سيرفر في ان كيس ان دي اتش سي بي سيرفر ده ما قدروش يوصلوا له بس فانا مش مهم عشان كده يبقى بالتالي كل انترفيس اب بعض الخدمات اتقابلت السب انترفيس هنا عملناها وهنا وهنا والفيلان قسمناها والبورت سكيورتي والنتورك كلها شافت بعضها دلوقتي يبقى عندي ان انا اقدر اروج بقى دلوقتي لا انا هقومه بس انا مش هفعله مش هقول لهم انا كل الناس اللي هنا دول هقول لهم لو عايزين تروحوا تاخدوا اي بي ادرس هتروح تاخده منين؟ من الدي اتش بي سيرفر هديهم الهيلبر ادرس طب الهيلبر ادرس ده وقع هقوم اول ما الراوتر البول على السيرفر اللي تحت ده واقوم اغير الهيلبر ادرس من فوق من الداتا سنتر في الرئيس لتحت تمام؟ بتاع دي اتش بي مش احنا قلنا ان في عندنا ثلاث انواع من دي اتش بي يا اما سيرفر يا اما لوكال سيرفر يا اما الراوتر يبقى سيرفر يا اما لوكال سيرفر يا اما دي اتش بي سيرفر سنترال زي اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي ده الريلي ايجنت فده اللي احنا بنشتغل عليه عشان كنترول عشان بيديني بس ان انت كنترول خلاص دلوقتي هناخد بريك ونرجع نقوم الروت نروت بقى بين الشبكات على سبيل المثال الراوتر بتاع القاهره ده شايف كام شبكه؟ ادي 3 4 5 6 لوحده دايركت كونكتد لما نقوم الريب والاستاتيك بعديه كباك اب هتلاقيه شايف كل النتورك اللي موجوده هنستخدم اسف هنستخدم الاي اي جي بي لانه اسرع وهنعمل باك اب للاستاتيك روت نعمل على ال HTTP البولز اللي هو يوزع منها سيرفيسز
اشتغل على دي اتش سي بي في هو اوف افعل اون واعمل سيرفيس بول الاساسيه 192 162 1 0 دي ان اس سيرفر ثبته 4 8 لكل الناس ابدا اوزع من 192 162 1. يبدأ وزع من 1.10 355 0 ده البول بول 1 1968 2 0 يبدأ من 2 زق من 2.10 برضو انا خدت من 2 لحد 10 استاتيك والباقي هوزع دايناميك ونفس الدي ان اس واعمل سيرفر بول 2 3 0 وهبدا اوزع من 3.10 ونفس الكلام سيرفر بول 3 هيبقى شبكه 4 0 هبدا اوزع من 4.10 وقاد هما الأربع شبكات اللي موجودين 1 و2 و3 و4 بعدين نعمل فول رقم 172 بقى ننقل على 172 16 1 0 ابدأ أوزع من 172 16 1 10 نفس السيكونس سيرفر فول 5 وزع 2 0 نفتح 2 0 سيرفر بول 6 3 0 3 10 7 وزع لنقطة 4 0 وده وزع 4 10 ادي البولز اللي عندي كلهم الشبكات 192 و172 عملت لهم بول كلهم كده الدي اتش بي سيرفر يعتبر قايم ال اتش تي تي بي سيرفر انا هعمله باسم السيرفيس في الاندكس فبس هظبط فيه شويه حاجات انا هسميها اي يونيفرستي يخلي الانترودكشن سيرفر هكريت عليه سيرفيس اسمها ايميل اللي هي اسمها ايه الايميل هقولها واعمل الدومين نيم اي يونيفرستي وهيبقى معايا اليوزر هكريته بقى يوزر هسيت الدومين الاول بعدين هعمل يوزر نعملها باسماء اشخاص ولا نعملها باسماء letters A B C خلاص هخليه ايه فعلا هخليه ايه كده 1 والباسورد بتاعه 1 2 3 وده اد A 2 حد مين اللي الدكتور A3 واحد اتنين تلاتة A4 واحد اتنين تلاتة ونعمل B بقى B1 واحد اتنين تلاتة
P2 P3 P4 P5 فعلته وعملت له دومين بتيونيفرسيتي.com واروح مثلا عند شوية يوزر هنا من هم الستاف اجي عند واحد كده وكونفيجر الايميل بتاعه الميل سيرفر اي بي وكام 12 11 راح كونفيجر عنده اليوزر بقى بتاعه اقول له الميل سيرفر بتاعك 10/1/11 ده الانكامنج والاوتكامنج اليوزر نيم بتاعك A1 مثلا والباسورد 1 2 3 بليز فيل ذا نيم فين النيم نعمل هنا كمان A1 A3 مثلا A3 at university.com سيرفر لو احنا على نفس لو الجيميل لو انت على الجيميل وبتكلم واحد على الجيميل يبقى الانكومنج والاوتكومنج سيرفر بتاعكم كام؟ جيميل
لكن لو انت في دومين تاني جيميل بيكلم ياهو يبقى ده دومين بيكلم دومين تاني. هعمل كمان بي 3 عشان يبقى عندي اتنين يوزر بس اقدر اتشيك الكونكتيفيتي بتاعتهم. بي 3 بي 3 10 بي 3 باسورد بس سيب ده مش متاكد انا كده خلاص. شوية الحاجات اللي انا عايزهم هنا عملتهم على الداتا سنتر دي اتش اس بي قومته والميل سيرفر شغلته و الاتش تي تي بي سيرفر عملته. هبدا بقى اروج. اتفقنا ان احنا هنشتغل اي اي شارك تمام. هشتغل على التوبولوجي كلها الكلام بتاعتي كلها اي اي شارك 10 وادخل على الراوتر كايرو. كايرو عندي كام نتورك انيبل كونفيجر تيرمينال بس كونتي راوت اي اي جي ار بي 10 تمام. عرفوا الستة اللي حواليه نتورك 10 0 0 0 اللي هي 0 0 0 3 عادي بقى انا بامكاني اكتبه. والله انا جربته امبارح من غير ما يكون موجود فبجربه النهارده وهو موجود عادي يعني براحتك. لو انت مش عايز تكتبيه ما تكتبوش. 10003 10004 لهم نفس الكونسيبت و8 عادي خالص ونتورك 10002 ادي الاربعة ادي الخمسة اللي موجودين ادي خمسة في واحدة تانية 10 تلات تلاتات اشيلوا التلاتة دول تلاتة كنترول زد دبليو ار شو رن ادي الاثنين اربعة ستة نتورك اللي موجودين حواليا. الراوتر دي الراوترين اللي تحت دول هيدخل فيهم كام نتورك؟ في كل ناحية هيدخل فيه كام نتورك؟ يعني كل راوتر منهم هيدخل فيه كام نتورك؟ اثنين صح؟ واحدة من تحت واللي فوق. سويتش نيجو انا هسميه كونفيجر ترمينال هسمي الوقت نيم بتاعه باور داتا سنتر مفيش سبيس مفيش سبيس ما بينهم ولا اندرسكور تم اندرسكور عادي بس هو ما بيقبلش بالسبيس خلاص. فهقول له والله راوتر اي اتش بي 10 اعرفه النتورك اللي عنده نتورك 10 2 2 0 ونتورك 10 1 1 0 كنترول زد دبليو ار وهنا configure terminal the host name or at data center 2 router AIGRP 10 network 10.2.0 10.2.0
ممكن يكون 4 3 و10 الراوتر ده انا خلاص عرفته. فاضل الراوتر ده هيدخل عليه 3 شبكات، 1 2 3 4، 4 شبكات هتدخل هنا. انيبل كونفيجر تيرمينال راوتر اي جي ار بي 10 نتورك 10 3 3 دوت 0 0 0 0 دوت 3 ونتورك 192 160 دوت 1 دوت 0 ونتورك. باقي الراوتر الناحية التانية، الراوتر ده عليه 3، 3 شبكات هدخلهم. الراجل ده هيدخل فيه كام نتورك؟ ده اهو 3، 3 نتورك. الراوتر الاساسي هيدخل عليه 2 نتوركس. ادي ده كراوتر كونفيجر ترمينال راوتر اي اي جي ار بي 10 نتورك 172 16 3 دوت 0 نتورك 192 63 3 دوت 0 ونتورك 11 كنترول زد. ده بيبقى الراجل ده هيدخل عليه 10 4 و11 0 تحت ده في 3 نتورك هيدخلوا في 1 2 3 4. النتورك اللي تحت دي هنخليها النتورك اللي تحت دي هنديها خليها مثلا من نفس السيجمنت اللي هي جايه منها 10 5 5 0 ماشي 14 عرفتها له حتى في الروت من غير حتى ما تكون مش مشكله. عدد التوبولوجي اللي موجود عندنا في النتورك، عدد النتوركس دي 1 3 4 5 6 7 10 11 12
13 14 15 16 17 18. هل انت في الراوتر شايف 18 نتورك؟ شوف اي بي راوت. حد يعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. دول اجمالي اللي احنا عندنا في اللعبة. خلاص؟ ده مين؟ ده فرع اسوان. هل كل الفروع شايفه؟ اليكس مثلا شايف الكلام ده؟ شوف اي بي راوت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. اوكي؟ لا هما نفس النتورك بس بيردها للبيرنت. بيرنت نتورك بيردها للبيرنت بتاعها. طب الراوتر بتاع الريدندنسي ده شايف نفس الكلام؟ شوف البيرنت. احنا ممكن نبقى عارفينهم حتى من غير ما نعدهم. مش انا عندي ال 10 ومشتقاتها و 172 16 0 1 و 2 و 3 و 4 و 192 168 1 و 2 و 3 و 4 هم و 11 ادي النتورك 10 0 و 4 و 8 و 10 1 و 10 2 10 2 4 و 10 3 0 و 11 0 0 0 لوحدها و 172 1 و 2 و 3 و 4 فين 3؟ ايه؟ اه ده البيرنت بتاعه. ده السمري روت بتاعه. طيب ايه ده ايه ده؟ بيكفر الراوتنج تيبل. ما انت ما قلتليش غير نقطه سمري. هو عمل اوتوماتيك سمرايزيشن. لا لا بيطول في الراوتنج تيبل بس. زي ما انت شايف السمري روت بيلغي. انت لما تيجي تشوفه يعني لو واقف هنا كده شوف اي بي راوت لو قلت له ان اوتو سمري هيلغي لك البيرنت دوت ويبقى كل نتورك متعلقه بذاتها. بس البيرنت اللي هنا ده اهو. معلش بس استاذنكم. طيب انا دلوقتي النتورك كلها شافت بعضها. فاضل بقى ان الاي بي هات تسحب او الدي اتش بي يشتغل اي بي ادريسنج عشان اقدر اخلي الناس دي تشتغل. يعني هاجي على فرع اليكس هي الانترفيس دي كانت كام؟ جيجا 0 على 0 ولا جيجا 0 على كام؟ مش عارف. شو اي بي انترفيس فريف جيجا 0 على 0 دول 30 و 40. قلنا الدي اتش بي واخد اي بي كام؟ 12 صح؟ 10. هنقول لهم الهيلبر ادرس بتاعكم 10 0 10 1 1 10 كونفيجر تيرمينال انترفيس جيجا 0 على 0 دوت 30 اي بي هيلبر ادرس اللي هو 10 1 1 دوت 10 كويس. الانترفيس اللي بعدها الهيلبر ادرس لا الانترفيس كبير اصلا معلش اي بي ادرس. هتقول لها هيلبر ادرس ازاي؟ النتورك تقيلة الدنيا بينج.
ستاتيك اي بي، هديله اي بي ستاتيك 290 260 2 10 بيقف عند 10 2 2 2 2 10 2 2 2 اللي هو هنا ده، ومن هنا ما بيعرفش يروح له منين. بصوا بيقف فين؟ بيقف عند 10 2 2 2 اللي هو هنا اي بي ده، ومن هنا مش عارف يسأل السويتش اروح له منين، مش عارف يسأل الراوتر ده اروح له منين، اروح له من الانترفيس دي. هو ده الاكتف ولا مش ده الاكتف؟ شو ستاند باي ده المود بتاعه اكتف. شو اي بي انترفيس 10 2 2 2 هنا موجود عندي، بيقف عند 10 2 2 2 طيب ادي اول مشكله. تمام بيقف عند 10 2 ومش عارف يروح له، حد عنده حل؟ مش عارف مين الاكتر. فين فين؟ هو مش فاهم انهي فيهم الاكتف. بس على اثنين نتورك، هما نفس الاثنين نتورك كانوا بيحبوا يكلموا بعض. دي 1 نتورك بيتكلم نتورك مختلفه ثاني. يعني انت عايز تثبت اثبت الانترفيس جيجا 0 على 0 دي اللي هنا مثلا دي اثبتها اكتف على اوديها انهي فيرشوال اي بي بقى، وهي هتبقى جيت واي لمين؟ هتبقى جيت واي لمين؟ السويتشات اللي تحت؟ لا تاني ركزوا معايا كده انت هتعرفوا. دي انا كنت هناك بعملها اثنين نتورك بيكلموا بعض، في اند يوزر هنا هيكلم اند يوزر هنا، انما ده هو اند يوزر تحت وفوق راوتر. هعمله ازاي من فوق؟ طيب نبنج العكس، نبنج على 192 168 11 هبنك كده على الجيت واي بتاعه 10 1 1 13 طب ابنك على 10 1 اللي فوق 10 0 0 1 عايز حل يا جماعة. شايف الجيت واي بتاعه نفسه؟ طب ما نيجي نبنج على الجيت واي بتاعه، هو الفيزيكال اللي موجود في الحتة دي 10 1 1 2 الجيت واي الأساسي الفيزيكال الانترفيس الفيزيكال على 10 1 1 2. الله ينور عليك. مش هتطلب الجيت واي ده فين؟ 1 10 1 1 1 انه بيطلع يسأل الجيت واي بتاعه، الجيت واي بتاعه بيعرف فيرشوال، هيطلع يقول له ايه بقى؟ 10 1 1 1
اصلا مش عارف اروح لحد، عمال بيدور مش عارف اروح لحد. مفيش حد رايح مش عارف يروح لحد. طب لو انا غيرت الجيت واي كده، ثبت الجيت واي ده دي 10 واحد واحد اتنين، هثبت له 10 واحد واحد اتنين، 10 واحد 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 اسف عادي، واقول له اطلع. روح كام؟ 10 واحد واحد 10، قول له بنك على 10 واحد واحد واحد. لا هو واخد واحد 10 واحد واحد 10. هو عدل الجيت واي ولا لا؟ ده لو بقول له بنج على الجيت واي، او حتى بنج على الجيت واي بتاعك، الانترفيس اللي هنا دي واخده كام؟ مش واخد 10 واحد 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 اهي، واللي فوق واخد 10 اتنين اتنين. طب يعني انا لو قلت له بنج دلوقتي على 10 او 10 واحد واحد 13 هيعرفها؟ 10 واحد واحد 13 اصلا ولا عارف الجيتوي دي ولا عارف الجيتوي دي. طب ليه ما بيطلعش من السويتش؟ هو نشوف من غير ما تشوفها، احنا لو حطيناها ترانك حتى مش هتحصل معايا حاجه. هو ما فصل كونفيجر تنزل انترفيس رينج هي 0 على 1 دش 2 سويتش بوت مود ترانك اللي هم دول. مش حاطين الجيت واي ده، كنترول سي بنج على 10 واحد. ما انا عايز اشوف دلوقتي ايه المشكله فيزيكال هنا، الناس دي ما بتطلعش بره ليه؟ يعني انا حطيت له هو الجيت واي بتاعه 10 1 1 1 وانا هخليه 13 تاني اشوف يمكن يشتغل. عايز حل لان يعني هو ضرب معاكم كل الحلول اللي المفروض تشغلها. فين اللي هو انترفيس فاصل 024 كونفيجر تندر انترفيس فاصل 024 انكابسوليشن طبعا. مالي مالي انا ورت ازاي؟
على الانكابسوليشن، سويتش على الانكابسوليشن خالص. سويتش بورت بقى تبقى كده، تبقى سويتش بورت ترانك يعني سويتش بورت. لا لازم اغير الانكابسوليشن. هي دلوقتي سب انترفيس، هي دلوقتي انترفيس صح؟ الانترفيس دي مش هينفع اشتغل عليها بالشكل ده، ومش هينفع احط لها حاجه اسمها انكابسوليشن. يبقى ممكن اشتغل عليها كده بيزك، اقول له والله انترفيس يجي فاست 024 نوت 100 مثلا. يعني حتى ما اقدرش لا اغير الانكابسوليشن بتاعها حلو، ولا اقدر اخليها تسبورت ترانك الفيلانات على مستوى الراوتر، وهو الراوتر او السيرفر تحت مش قادر يطلع. في كده في مشكله عندي في الحته دي عايز لها حل. انا هنا في مشكله عندي عايز لها حل. تحولت مانا ورت ازاي؟ تحولت خدت اي بي، مش هتاخد اي بي من غير ما تتحول سويتش بورد. عملت عليها كونفيجريشن بتاعت الراوتر واديته راوتنج، مش هو عبالنا راوتنج تيبل هو شايف كل الشبكات كنترول زد شو اي بي راوت، شايف كل الشبكات ولا لا؟ حتى الشبكه اللي احنا مش عارفين نبنك منها اللي هي 2.0 اهي شايف الشبكات اللي هم مين 10 1 اهي عندي. اشيل الستاند باي واثبت لهم الجيت واي اللي تحت حلو كده. كونفيجر تيرمينال انترفيس جيجا فاست 024 نو ستاند باي 1 والراجل ده انيبل كونفيجر تيرمينال انترفيس فاست 0 على 24 نو ستاند باي 1. طب اكزيت، طب انت عايز اشوف الستاند باي، شو ستاند باي مفيش ستاند باي اند، اسف المفروض الاول اند شو ستاند باي 1 مفيش، مبقاش في ستاند باي. ورحت اهو سيف سجلت له ان انت هتطلع من خلال 1.2 1.1 ولا 1.2 مش تفرق 1.1. قلت له بنيجي كده على 1.1. انت كل ده لسه بتعمل برضه مش عارف يروح لواحد واحد. مش عارف يروح لواحد واحد مع ان انا شلت الستاند باي خالص. طب هعمل حاجه تانيه ظريفه قوي، عشان انا ثبت له الجيت واي واحد قطعت الراوتر التاني بقى. خلاص هو المفروض كده بقى، هو الجيت واي بتاعه اهو والانترفيس اللي هنا دي بس 024 دي 10.1.1 اللي تحت هنا. وقلت له اطلع بنك 10.1.1 3255 240 وعجي فيه 10.1.1 وبنك عليه كنترول سي
10 واحد واحد 5 غير 40 50 3 200 ماشي. اطلع على الجي بي بتاعك طب خليها كده، خليها سيميليتور كده، خليها سيميليتور. مش قادر يطلع من عنده. هل في حاجة غلط؟ اعمل ايه يا حضرتك؟ في حاجة غلط؟ طب أنا عايز أعرف هو ما طلعش ليه؟ مش ما بيطلعش من الجهاز ليه؟ وادي البولز اللي عليها إن الدنيا بالنسبة لي شغالة. ليه ما بيطلعش؟ ده سؤال في مشروع، انا عايز اعرف ده ليه ما بيطلعش. هو انا عارف ان هو شايف البورد، انا وصله على بورد كام؟ انا في انترفيسز لحد 20 موجوده في فيلان 100. حلو، هو من الانترفيسز اللي من 1 ل 20. لا ما قلتش فيلان الاول، انا هوصله بفص 024 كده ولا لا؟ اعرف المشكله فين. هل المشكله هنا؟ اذا يعني بيطلع اهو. ١٣ ما يعرفوش. طب ١٠ اتنين ايه؟ المشكلة في الفيلان، ايه اللي خلى فيه مشكلة في الفيلان؟ ميس ماتش ترانك بورد. انا حطيتهم من تحت في فيلان، صح؟ من شروط الانتر فيلان راوتنج هي ايه؟ ان يكون في تحت البورت اللي طالع للراوتر عليه ترانك مود، وفوق تقسم لسب انترفيسز. طب انا فوق لير 3 سويتش ما بيقسمش لسب انترفيسز، طب الحل؟ وما كمان ما بيتغيرش انكابسوليشن، طب الحل ان هو اللي تحت. يبقى الحل انك تشيل السويتش اللي تحت، او لو انت عايزه عشان تجمع عليه بورتات، طب ما تستخدم اللي فوق وتعمل عليه لير 3 سويتش، سويتش فيلان. يعني ايه؟ اقوم جايبه لو مش عايز احطهم في فيلان 100، اقوم جاي على الراجل ده كاري فيلان 100 وحاطط فيه النتورك 10 1 1 1 0 دي، واقول لهم واخليه هو يبقى الجيت واي بتاعهم وهم يطلعوا عليه على طول، واعمل ما بينهم لينك از سويتش واشغل الريدندنسي عليهم بي ار 3. او لو انت عايز تفصل ما بينهم، خلي الراجل اللي تحت زي ما هو بس شيلهم من جوه الفيلان. يعني لو جربت كده، مش انا الدي سي بي سيرفر شلته حطيته في بورت 24، هشيل ده في بورت 23 وهشيل ده في بورت 22. لا، في فيلان واحد بقى اللي هو الديفولت، مفيش فيلان، وهرجع اوصل الكابل اللي انا شلته من هنا ده اللي هو بتاع الاتش اس ار بي. هل لو انا عملت اتش اس ار بي دلوقتي هشتغل ولا مش هشتغل؟ لو عملت بروتوكول اتش اس ار بي هيشتغل ولا مش هيشتغل؟ ايه؟ الاتش اس ار بي كان بيعمل حاجه كده مش ظريفه اسمها ريدندنس، حاجه وحشه. هي اشتغل، هي دي كام؟ دي فاصل 024 صح كده؟ وهنا فصل 024 هشغل عليهم تاني ريدندنس ال اتش اس ار بي. كونفجرتين منها انترفيس فصل 0 على 24 ستاند باي 1 اي بي، كنا قلنا كام؟ 10 1 1 13 ستاند باي 1 جرين بت. Thank you.
كونفجر تيرمينال انترفيس بوست 0 على 24 ستاند باي 1 5 بي 10 1 1 13 ستاند باي 1 سبيك لسه سبيك وهو ستاند باي والتاني بقى اللي هو الاكتف. ولو جيت على ده وقلت له خلاص رجع تاني ده ال 13 وقلت له عايز ابنك على 1 1 هطلع ليه بقى؟ طلع اهو. طب لو بنج على 10 0 0 فوق بقى يطلع اهو خلاص. يعني معنى كده لو رحت قلت للراجل ده شيرد اي بي ادرس طيب اقول له انا كان في اي بي واحد فيهم حطيت له اي بي اللي هو هنا ده صح؟ في حاجة في حد فيهم حطيت له اي بي ماشي ما علينا. قول يا اول واحد ده تروب النيكلي لو سمحت كده على 10 1 1 10 10 2 2 6 فين 10 2 2 6 بيجي عند 10 2 2 6 ويقف. عشرة زيرو زيرو وان وعشرة اتنين اتنين ستة اتنين عشرة اتنين اتنين ستة ده مش ده عشرة اتنين 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 اللي هو هنا وصل للراجل ده. فالراجل ده قال له انا ستاند باي مش هرد عليك ما عشان كده ما عداش. طب ايه اللي ما خلاهوش يجي هنا وخلاه يجي هنا؟ لا الراوتر اللي فوق هو اللي بيختار. الراوتر اختار انه شاف انه افضل مسار للنتورك 10 10 1 1 0 ده الراوتر ده دايما هيطلعني عليه. طب لو انا اجبرت ده على انه يبقى الاكتف هيعدي الباكت؟ نجرب. هو ستاند باي دلوقتي انا لا انا ما اجبرتوش انا سبتهم مع بعض. انت خد ستاند باي ايه؟ ما انا قلت هما الاثنين اقوم عليهم الستاند باي بس هما لما بقوم الستاند باي معناه ان انا بروتوكول اسمه اتش اس ار بي. لكن يختار مين فيهم اللي يبقى اكتف ومين ستاند باي ده اوبريشن دايناميك. عشان كده هو اختار نفسه هو ده بقى حالته ستاند باي. الراوتر ده بقى حالته ستاند باي اللي اصلا اللي الراوتر اللي فوق بيبعت عليه الباكت دايما واللي بقف عنده. معنى كده ان ده مش هتبعت عليه داتا لان الراوتر ده دايما بيختاره. فهتعمل حل من الاثنين يا اما تقوم ده ستاتيك اتش اس ار بي كاكتف يا اما تجبر الراوتر ده اهو على انه يقطع المسار ده لوجيكالي. قلل الباندوث بتاعه مش هو ايه اتش ار بي الانترفيس دي كام؟ يجي 0 على 2. طب بصوا كده انا مش هاجي ناحيه الاتش اس ار بي انا هسيب الاوبريشن دايناميك. انا هاجي كده واقول له انيبل انا هغير خيار الراوتر ليها تماما هخلي الراوتر ما يختارهاش تماما. انترفيس جيجا 0 على 2 باندويتس 100 هتقوم دلوقتي مشكله قامت تاني بقيت حساباته يعني بيقول لي انا كنت حاسبها بمتر كذا دلوقتي بقى بمتر كذا كده. التاني بقى غصب عنه هو الاكتف مش هو الاكتف كده التاني. بصوا يا جماعه كان ده الاكتف حلو وكان كل ما تيجي للراوتر للدي اتش سي بي سيرفر اللي تحت باكت الراوتر ده هو يختار افضل مسار ليها الناحيه دي. طب ما الناحيه دي بالنسبه لليير 3 ستاند باي. طب انا هعمل ايه؟ يا تجبر الراوتر ده على انه يبقى الاكتف يا اما تجبر الراوتر ده انه يغير مساره. فانا قلت لا انا هسيبهم يختاروا بعض مين الاكتف ومين الستاند باي مع بعضهم. انا هقطع عليه المسار ده من فوق. طب اجرب كده بعد ما قطعت المسار
هل ده هيأثر فيه؟ كان بيجي عند الحتة دي ويقف، اهو لسه واقف اهو. المرة دي راح لعشرة اتنين، هيقف برضه ليه؟ مش انا قايل لعشرة اتنين الداتا اللي هتجيلك هتاخد هتركب 10 13 لا اسف 10 1 1 1 الداتا اللي هتيجي عندك او لو هتطلع من السيرفر عندك هتاخد 10 1 1 13. طب وهي راجعه من فوق محدش يعرف 10 1 1 13. هل حد فينا يعرف 10 1 1 13؟ هيقف عشان كده بس اهي، ما هو بيقف لحد 10 10 2 10 10 2 2 2. انا قطعت المسار كان بيروح ل 10 6، فانا قطعت له مسار 10 6 عن طريق الباندوتس قللته، فبقى يروح ل 10 2 اللي هي هنا دي ويقف. مش فاهم انا عايز ادخل جوه ولا مش فاهم؟ ده الاكتف، الراوتر ده الاكتف، والله هو الاكتف اهو. حالته ايه؟ عشان انا عملت ستاند باي من ناحيه واحده، هعمل ستاند باي من الناحيه الثانيه ازاي؟ اللي هي ايه؟ انا دلوقتي عملت ستاند باي من واحد من ناحيه واحده، هل هيشتغل ستاند باي؟ ده سؤالي. ستاند باي يعني من ناحيتين، يعني مسار من ناحيتين. ستاند باي يعني عدي ترافيك من هنا على هنا ومن هنا على هنا، يبقى فيرشوال بيكلم فيرشوال جوه، هنا فيزيكال بيكلم فيرشوال، فمش قادر يتعامل معايا. لو شلنا واحد منهم وشلنا الستاند باي هيشتغل عادي. ايه؟ دول اتنين احطهم ستاند باي؟ يعني احطه كستاند باي؟ لا احطه ستاند باي لمين؟ هل معاه فيرتشوال جيت واي يطلع عليه ستاند باي؟ يعني جيت واي عشان بس الفضايح ما تطلعش في ال اقول لك حاضر ماشي يا سوسة. دلوقتي هنا الهيلبر ادرس هحطه على انهي انترفيس؟ في السويتش فيرشوال انترفيس الفيلان. ايه؟ على الانترفيس بتاعت الفيلان، او الانترفيس فيلان 50 وانترفيس فيلان 60. هدخل على انترفيس فيلان 60 معايا يا زكي؟ انترفيس فيلان 60 اي بي هيلبر ادرس اللي هو 10 1 1 10 اكزت انترفيس فيلان 50 و60 50 اي بي هيلبر ادرس اللي هو 10 1 1 10 فاست فورورد سحب وباقي الناس هتسحب عادي خالص. وهنا سحب مش هيشتغل. خلاص كل الناس كده هتشتغل عندي، مفيش مشكلة عندي اطلاقا. هاجي هنا على السب انترفيسز اللي موجودين عندي على جيجا زيرو على 1 دقيقة، واعمل برضه الهيلبر ادرس ايبل شو اي بي انترفيس ضيف فاست 0 على 0 دوت 70 جيجا 0 على 0 دوت 70 و80 كونفيجر ترمينال انترفيس 0 على 0 دوت 70 اي بي هيلبر ادرس كام؟ 10 1 1 10 واللي بعدها انترفيس جيجا 0 على 0 دوت 80 الهيلبر ادرس بتاعي
كنترول سيت ده بيقعد برضو الناس اللي هنا هتسحب كنترول بالصفر بتعملوا ايه؟ لا بصراحة عندك حق. الفيلان ده مش الدنيا هنا مش هستخدم طبيبات فيه. شكرا. عشرة واحد واحد عشرة. التانية عشرة واحد واحد عشرة. البول أربعة هعمل لها هنا البول رقم أربعة في السيرفيسز دي اتش سي بي بول أربعة زيرو 1916 أربعة زيرو موجودة لينك 10 واحد واحد عشرة شغال الراوتر شايف طيب الانترفيس اللي احنا حولناها ترانك نسينا نحول الفرنك عشان كده هو مشتغلش دي مشاكل اللي بتقابلني انترفيس هي 0 على 1 سويتش بورت مود ترانك وبالتالي هيسحب البي اي دي خالص سحب حتى الواحدة اهو الناحية التانية الناس بتسحب حتى البي اي دي خالص سحب حتى الاي بي الواحدة فبالتالي انا كده كل مشاكل الكونكتيفيتي اتحلت عندي والناس كلها شايفه بعضها كراوتنج والناس كلها شايفه بعضها كدي اتش سي بي واخدين دي اتش سي بي من الراجل اللي فوق ده. عايز اطلع الناس دي بقى انترنت لسكيلابل ليرنينج. ده هديله 5322 اي بي ادرس 5322 3255 5322 1 ده الاي بي ادرس بتاعه. اعمل على اللوكال ده ناتين اطلع مين انا فقط عايز اطلع النتورك اللي هي بتاعت الستاف اللي في الفرع الرئيسي انترنت عايز اطلعها اعمل لها ناتين خلاص كده هم الوحيدين اللي بامكانهم يطلعوا انترنت فدول هجرب عليهم النتورك دي اسمها 1.0 الخطوات بتاعت النات بتتم في اربع مراحل صح كده؟ ها؟ مش هنا طب ما انا عايز اطلع فوق الانترنت ها؟ هدخل عليه واقول له اي بي روت بعد ما وقعت الروت اللي عليه انا واخد هنا دي 10.3.3.1 ودي 10.3.3.2 اي بي روت لاي حد في اي حته يخرج من 10.3.3.1 واعمل له كوماند كمان لو عايز تروح لاي حد في اي حته اخرج منين من 2.2.2.2 ادي 2 كوماند واحدة فيهم واحد في الستاتيك ديفولت روت دول هعرف عليهم هعرف عليها النات عشان يخرج النات بره والتانية انا مش هعرف عليها اي حاجة فهيستخدمها في الكروت جوه
عشان دي ستاب نتورك لوكال، فانا عايزها تخرج انترنت، فما ينفعش وقت تخرج انترنت يكون عليها الدايناميك روت بتاع السيرفيس بروفايدر اللي هي جي ار بي، فانا شلت من عليها الاي جي ار بي واستخدمت مكانه الستاتيك ديفولت روت اللي هو موجود عندنا في الريال لايف. في اللوكال ده انا دلوقتي هشتغل على النتورك، هعمل اكسس كنترول لسه واطبق النت اكسس ليست 1 هل بيرميت للنتورك اللي هي 192 168 1.0 اللي الوايلد كارد بتاعها 3255 0000255 ان هو يصل. تاني حاجه هعمل نت بول اي بي نت بول اللي اسمها تريبل اي اللي هي بتتكون من ايه؟ من 2.2.2.1 واخرها 2.2.2.1 والنت ماسك هيبقى 3255 252. البابليك اي بي اللي هيطلعوا عليه مش هم طالعين من برايفت لبابليك. تالت خطوه اركب الاستاتيك اسف اركب الاكسس ليست 1 على النت بوت البول اللي اسمها تريبل اي اي بي نت اي بي نت انسايد سورس. الانسايد سورس هتلاقي ليست اسمها 1 خد معاها بول اسمها تريبل اي واعمل اوفر لود البورت نمبر وبعد كده افعل الانترفيسز بقى فين الانسايد يجي 0 على 0 وفين الاوتسايد اشوف اللي عليها الايبات اللي عليها ايه ونزل شوف اي بي انترفيس 3 دي الاوتسايد جيجا 0 على 1 والانسايد جيجا 0 على 2.10 يبقى كونفيجر تيرمينال انترفيس جيجا 0 على 2.10 اي بي نت انسايد واكزت انترفيس جيجا 0 على 1 اي بي نت اللي هي على الاي بي 222 صح؟ اهي 221 اي بي نت اوتسايد. انا كده عرفتهم الطريق يطلعوا عليه. الاي دي اس ال الاي دي اس ال راوتر بيبقى عليه فقط استاتيك ديفولت روت اللي هو عندي في البيت بقى انيبل كونفيجر تيرمينال اي بي راوت اي حد يجي لك او عايز تخرج له هخرجه منين؟ من 2221 كنترول زد شو اي بي راوت ده اللي ستاتيك ديفولت روت اللي موجود عندكم في البيت اللي موجود عندنا كلنا في البيت وهنا ده اللي عملنا عليه الناتنج. طيب الاي اي جي ار بي انا مش لازم اعرف الطريق رايح جاي يعني انا هنا عرفت النتورك 192 وهي خارجه هتخرج بستاتيك ديفولت صح وهناك عرفت الطريق لما اي حد يجي له هيرد على 2221 يعني عرفت الطريق رايح جاي. طب بالنسبه لللوكال نتورك انا عرفت اللوكال ان هو لما يحب يروح لاي حد هيروح على 10.3.3.3.1 طب واللي راجع لازم اروح هنا في الاي اي جي ار بي هعمل ستاتيك ديفولت روت برضه الناحيه الثانيه. كونفيجر تيرمينال اي بي روت عشرة كام؟ هيعدي على 10.3.10.3.3.2 عشان كده بص هنا اول ما خرجته من اول ما خرجت الراوتر الثاني قال لي 10.3.3.2 هولد داون تايم اكسباير بنادي عليه بالاي اي جي ار بي ما بيردش خرج بره. قلت له ماشي شكرا ما انا كده عرفت ستاتيك رايح جاي. طيب كده الراوتر كايرو ده بقى عليه اثنين روت صح؟ الاي اي جي ار بي والاستاتيك. عايز ادخل الاستاتيك جوه الاي اي جي ار بي عشان كل الداتا اللي جايه من الاستاتيك تعدي على الاي اي جي ار بي وكل الادفرتايز بتاع الاي اي جي ار بي هيبقى عند الاستاتيك. هعمل ايه؟
هل في الراوتنج تيبل في اليكس كده حد يعرف حاجه عن النتورك بتاعت اللوكال اللي هي 192 وغيرها؟ انيبل شو اي بي راوتر. النتورك 192 168 واحد فين؟ طب والنتورك 172 16 واحد فين؟ ليه؟ عشان ما فيش ميكس ما بين الاستاتيك روت اللي ناحيتهم والدايناميك روت الريب اللي ناحيتي. فهدخل جوه الاي اي جي ار بي اللي موجود هنا اهو وادخل فيه الاستاتيك روت. راوتر اي اي جي ار بي 10 ريديستريبيوت استاتيك. اشوف كده الحاج ده شاف اي ابديت. بنقول البروتوكول سريع المفروض الابديت يكون جالهم اهو. شايف بالدي بالاي اي جي ار بي اكسترنال روت جاي من بره بالادمن ديستانس كام؟ 170. والادمن ديستانس الداخليه بتاعتنا كام؟ 90. فعلى طول عمل لهم ادفرتايز في يا جماعه روت من بره. طب والحاج اللي هنا ده يعرف اي حاجه عن اي حد؟ اه قولوا هم. لا عنده الاستاتيك روت بتاعه اللي هيطلعه هو دلوقتي هيقوله. طيب انا دلوقتي عايز اسحب دي اتش سي بي. انا اديت للراجل ده هيلبر ادرس؟ ما اديتلوش صح؟ تعالى كده اما نشوفه هياخد بالهيلبر ادرس ولا لا. شو اي بي انترفيس بريف جيجا 0 على 2 دوت 10 دوت 20 كونفيجر تيرمينال انترفيس جيجا 0 على 2 دوت 10 اي بي هيلبر ادرس اللي هو 10 1 1 انترفيس 20 الهيلب الادرس بتاعي كنترول زد دبليو. لا هيشتغل هو شغال. انا اجربه ستاتيك كده واقول له انا عايز ابنج على 10 1 1 10 يرد. بس شفت التقطيعه دي ودي تقطيعه بطء بطء بيقع بيشتغل شويه ويقطع شويه هيقطع معايا في الدي اتش سي بي عشان كده الريكوست بتطلع تفصل تاني لانك انت شغلته استاتيك ديفولت روم. طب انا عندي كده مشكله حصل لي مشكله بسبب الداتا سنتر دي والله اروح مريح دماغي. لو انا شايف ان حصل لي مشكله اروح مريح دماغي اقوم اعمل ايه؟ اي بي دي اتش سي بي كول هشغل الاثنين اعمل ايه؟ نتورك 192 160 دوت 1 دوت 0 3 دوت 95 ديفولت راوتر دي ان اس زيهم اللي هو لا الجيتوي نتورك 172 16 0 ديفولت راوتر سوري ديفولت راوتر 172 16 1 دي ان اس سيرفر واخلي الاثنين شغالين وهو هياخد من اللي هيرد عليه اول حد. خد هو سحب اي بي اصلا هو كان سحب من الدي اس بي سيرفر الاولاني
يعني اللي تحت ده سحب من دي اتش سبيس الاولاني، فاللي هيرد عليهم الاثنين يرد، ما عنديش مشكله خالص. لا بس انا بعمل كنترول، اصل ده عندي كده كده في المين سايد فرع ايست، فما عنديش مشكله، ما هو جنبي جنب الداتا سنتر، ما عنديش مشكله كان على الروتر بتاعه ولا لا، انما اللي انا عايز اعمل له كنترول في الفروع الثانيه. طيب انا كده دول سحبوا دول سحبوا والدنيا كلها بقت شغاله دلوقتي، عايزين نطلع للراجل ده. عايز ابن عايز اطلع ويب سيرفر كده عند 5 3 5322 ديت اي بي 5 اسف 5322 كان الاي بي بتاعه غلط. بصوا يا شباب انا دلوقتي لما ببنج على الراجل ده، بصوا البنج بيبقى عامل ازاي، انا طالع فول سيرفر بروح عند 10 3 3 1، مش انا في عندي اتجاهين، واحد نازل لتحت كده واحد طالع لفوق، وعامل لده ستاتيك ديفولت وعامل لده ستاتيك ديفولت، فبروح عند 10 3 3 1 بساله ما بيردش، بروح ل 2 2 2 2 اللي هو يطلعنا لفوق. اذا باجي وبتلخبط في الطريقين، ليه بتلخبط في الطريقين؟ عشان حضرتك عامل لي نفس الاستاتيك دي في الترد، بتقول لي لو انت عايز تروح لاي حد روح له من هنا، وفي نفس الوقت روح له من هنا، فانا هخرج منين؟ بروح اسال اللي قدامي ده على طول وبستنى، ما بيردش عليا اسال اللي قدامي ده. طب الحل؟ مشكلة؟ وده الحل التاني، الحل الاولاني احنا قلنا نجيب لهم راوتر لوحدهم ونعمل لهم الناتنج وهيبقى زي الفل. اخترنا ان احنا كوست ريدكشن، يعني دي اخر حاجة نوقف فيها وخلاص خلاص خلصنا. أنا عايز حل ليها. اهو اللي هيحصل كده، هيجي في النص يقطع وبيقف عند عند 10 3 1 بيقطع ويروح ل 2 ويطلع ل 192. طب انا دلوقتي عايز حل يحل لي المشكله دي. ايه؟ انا لا ما هو مش هتعمل نفس الكونفجريشن دي تاني، وبعدين ده بوست. هحط الثلاث رواتب في النتورك في فرع واحد؟ اكيد لا. طب الحل، حد يبص على الطبلش كده ويقول لي حل ليها. انا عرفت ستاتيك ديفولت هنا وعرفت ستاتيك ديفولت هنا. ايه؟ تاني؟ اه طب ما انا عايز اعرف للناس اللي هنا دول وحطه لي جنبها ازاي في حاله النت بس.
عايز احلها. هل ينفع احطه ستاتيك؟ اعرفه الشبكات دي ستاتيك، اعمل لها سامري روت واعرفها له ستاتيك. فاكرين السامري روت؟ ستاتيك عادي. لا لا، هو هيطلع للنتورك دي. هيفكر معايا ان ده اي حد، صح؟ صح، اي حد هيفكر معايا ان هو نفس التفكير، فيروح يسال الانترفيس دي يشوفها في السامري روت اللي عندها ولا لا. لو ما لقاش في السامري روت يروح رايح في الانترفيس اللي فوق، وهيرجع نفس الكلام، فهيقطع معايا، مش هيجيب لي الويب سايت كامل. يا جماعه لا، ما هو انتوا اكيد هتستشعروا ده، ما هو انا بعمل ايه يا شاكر؟ بص يا سوسة، أنا هبدأ أعدل دي. يبقى أنا هنا الراوتر ده هيبقى الانترفيس اللي موجودة انيبل شو اي بي انترفيس بريد، اللي كان عليها 10 3 3 اللي هي جيجا 0 على 0 دي هتصبح 3، دي جيجا 0 على 0 دي هتصبح 3 3 3 1، والانترفيس الثانية هلغي الاي بي ادرس من عليها اللي هي دي. يبقى كونفيجر تيرمينال انترفيس جيجا 0 على 1 نو اي بي ادرس، لغيت الاي بي ادرس بتاعها واخرج. الانترفيس الثانية اللي كانت 10 هتتحول 3 3 3 2 اللي هي جيجا 0 على 0، انترفيس جيجا 0 على 0 اي بي ادرس 3.3.3.2 3255 252، كنترول زد دبليو ار. الراوتنج تيبل بتاعه فيه ايه؟ فيه دايركت كونكتد نتورك بس. شو ران في كونفجريشن معموله، في كونفجريشن معموله للروت، في كونفجريشن معموله للروت وفي نت معمول. انا النت انا عايزه، النت انا عايزه بس هغيره، هيبقوا بدل 2 2 2 1 هتبقى 3 3 3 1، فدي هفوت هلغيها اهو. كونفيجر تيرمينال نو، واخد الكوماند باست والكوماند اللي تحتيه نو، والكوماند بتاع الاستاتيك اسف الكوماند بتاع البول دي هلغيها. اي بي نت انديوز الغي الاكسس ليست الاول. هعمل بول تانية غيرها خلاص، مش هتفرق معايا. أنا كده الراوتر ده نضفته خلاص، الانترفيس دي هي جيجا 0 على 0، هدخل على الانترفيس جيجا 0 على 0 واديها الأي بي أدرس 3331. نيبو كونفيجر باسورد 3 كونفيجر تيرمينال انترفيس جيجا 0 على 0 أي بي أدرس 3.3.3.1 3255252، والانترفيس اللي فوق دي جيجا 0 على 2 انترفيس جيجا 0 على 2 اي بي ادرس 2.2.2.1 3255 اكزت راوتر اي اي ار بي 10 نتورك 2.2.0 نتورك 3.3.3.0. ها
وابدا اعمل الكونفيجريشن بتاعته الطبيعيه خالص، ان انا اعمل عليه نت اكسس ليست 10 بيرميت 192 160 1 0 ناتو اي بي نت بول اللي اسمها تريبل كي. هتبدأ من كام؟ 3 3 3 1 ولا 2؟ 1 حطه فين؟ ده اللي واحد ايه موجود عندي؟ دي 3 3 1 يبقى هناك 3 3 2 هطلعه على 3 3 2 هيبدأ من 3 3 3 2 وهينتهي 3 2 ومعاه نت ماسك 3 255 255. الخطوة الثالثة اي بي نت انسايد سورس هتلاقي ليست 10 خد معاها بول تريبل بي اوفر عشان يسبورت البورت نمبر. فين الانسايد؟ جيجا 0 على 0 دوت 10 ثم جيجا 0 على 2 ولا جيجا 0 على 0؟ انترفيس بري جيجا 0 على 2 دوت 10 وده جيجا 0 على 0 يبقى جيجا 0 على 0 اوتسايد وجيجا 0 على 2 دوت 10 انسايد. كونفيجر تيرمينال انترفيس جيجا 0 على 2 دوت 10 اي بي نت انسايد ايزك انترفيس جيجا 0 على 0 اي بي نت انسايد كنترول زد دبليو ار. ما عملتش الاي بي راوت اللي هو اي حته اي حته هخرج على 3 دوت 3 3 دوت 1 وادخل هنا. انا قلت له اي جي ار بي ريديستريبيوت ستاتيك هنا قبل كده صح؟ راوتر اي جي ار بي 10 ريديستريبيوت ستاتيك كده خلاص. الناس دي صاحب اي بي ادرس ده واخد واحد كامل. لو عايز اطلع لخمسة 3.2.2 بينج بروح لثلاثة ثلاثة واحد ثلاثة 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 واحد طريق راجع طريق راجع نعرف طريق راجع نعرف يروح بس ما جيناش هنا قلنا له لو عايز تروح لاي اي مكان يخرج من 3 3 2 طيب اي راوت وهنا لو قلت له ادفع انترنت بنج الاول يمكن شوف يوصل يوصل ولا لا. لا مش تشرح كل ده طبعا اكيد مش هتقف تشرح ايه؟ ايوه هتلوم ازاي؟ انت بتتكلم في حته الخصم. مش
لا هي بنج، كل الاجهزه بنج على بعضها، البنج شغال.